نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بضيوفنا الكرام، وشكرا على قبول الدعوة، وبالمشاهدين الأعزاء داخل أرض الوطن وخارجه. لقاؤنا هذا المساء حول واقع العمل الجمعوي بإيطاليا في إيطاليا، وهي الحلقة الثانية بعنوان مكتسبات الماضي ورهانات الحاضر وأمال المستقبل. فنرحب بضيوفنا الكرام من جديد: الدكتورة منيا الفاسي بارما، والدكتور يونس الميشاوي كذلك، والأستاذة سناء القصيري، وكذلك الشاب سفيان من أخبار إيطاليا سفيان الملحوني، وكذلك معنا الدكتور مصطفى من فيتشينسا. ومن بعد غادي يلتحقوا بنا بعض الإخوان. سؤالنا الأول إن شاء الله، وتنعتذروا على الإخوان، وما ننساوش الدكتور يونس الميشاوي لأن وقيلا ما ذكرتوش. نعتذر المشاهدين الكرام عن يعني تعطلنا واحد شي شويه. سؤالنا الاول كالتالي: غلب الصراع والخلاف على العمل الجمعوي بايطاليا رغم العديد من المحاولات النبيله لجمع شتات هذه الجمعيات والتي غابت فيها المصلحه الفضلى للجاليه المغربيه، فهل تحققت على ارض الواقع بعض من برامج النضال الجمعوي رغم ذلك؟ تفضل سي يونس. دكتور يونس تفضل. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء أتوجه بخالص عبارات الشكر والثناء لقناة صوت الجالية في شخص مسيرها سي مصطفى نظيف على جرأتها في تناول المواضيع الغير مريحة هيكم. يعني بالإيطالية يعني هاد لي ارغومنتي سكومودي، هذا هو الدور ديال المجتمع المدني، حيث أننا خصنا نتجاوزوا هذيك النظرة الكلاسيكية باش تكون ديك القفزة النوعية ويكون المجتمع المدني واحد الشريك شرعي وضروري في تدبير الشأن العام. ونعطيك واحد المثال بسيط لربما مر مرور الكرام وذكرته لكم قبل المباشر، هو موضوع رخص السياقة اللي طرقتي ليه في واحد الحلقة من الحلقات المتميزة ديالك، والذي تم مناقشته في البرلمان المغربي بعد فترة زمنية هينة من بث الحلقة، وما هذا إلا دليل على أنه صوت المهاجر وآلامه ومعاناته وحتى آماله تصل إلى المشرع وتصل إلى من وكل إليه تدبير الشأن العام. قبل الإجابة على سؤالكم أخي مصطفى، العمل الجمعوي يجب أن تتوفر فيه جوج ديال الشروط مهمة جدا، يعني كنعتبرهم شروط أساسية. أول شرط هو المهنية، وثاني شرط هو الكفاءة. مع الأسف الشديد الجمعيات المغربية الفاعلة على التراب الإيطالي معظمها إلا من رحم ربي السواد الأعظم ديالها، كاين استثناءات ولكن مع الأسف الاستثناء يعني يؤكد القاعدة، معظم ديالها حبيسة الأدوار التقليدية المنوطة بها. من منا وحنا يعني كاع الحمد لله، يعني سواء يعني مدراء مراكز ثقافية أو أعضاء في جمعيات سواء بشقها المدني أو شقها الديني، من منا يلتزم ويفي بدفتر التحملات لإدخال الإصلاحات التي شهدها القطاع منذ صدور المرسوم الأخير ديال إعادة تنظيم
الجامعات ديال سينتو دي تشاسارتي دو ميلا دي تشاسارتي، يعني لا ريفورما ديال تيرسو سيتوري. نحن مطالبون اخي مصطفى بمواكبه التحولات التنمويه بواحد العقليه متطوره، مطالبون بتجاوز ديك العقليه وديك النمطيه التقليديه. راه مع الاسف الشديد راه دورنا يقتصر في افضل الحالات، فهمتي؟ علاش؟ على العويل، على الصراخ، على لطم الخدود وشق الجيوب. دور المجتمع المدني راه يتجاوز ذلك بكثير. راه الناس يعني راه كيبقى فيك الحال، واتكلم بالدارجه حتى تعم الفائده، راه كيبقى فيك الحال ملي كتشوف جاليات اخرى وجمعيات ديال المجتمع المدني تنتمي الى دول اخرى ما عندهاش ديك العراقه ديالنا، تقدم عرائض من اجل جمع التوقيعات، جمع التوقيعات للضغط على 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 المشرع. العمل مثلا على احداث هيئات ديال التشاور العمومي فين؟ في المجالس، في العمالات، في الاقاليم، في الجماعات، او ما يصطلح عليه بالايطالي بلا كونسولتا. تقديم الملتمسات، علاش الملتمسات في مجال التشريع؟ الضغط على اللوبيات من اجل تمرير القرارات والمراسيم وتبسيط المساطير. شكون اللي فينا حنا كيدير هذه المسائل هذه؟ تقديم بزاف ديال الامور. الدور ديالنا مع الاسف الشديد كلاسيكي للغايه جدا، يقتصر واقولها بمراره على حفلات الشاي وتناول الغريبه. هذا الشيء اللي كاين، هذا هو النقد البناء. لانه بيركوستروويري الا كانت ساس ماشي صالح، راه بريما بوي كاسكا توتو. راه مع الاسف الشديد حنا يغيب عنا هذاك النقد البناء. ملي كنجيو ننتقدوا واحد الامر، راه نحن لا ننتقد الاشخاص، راه ننتقد السياسات، ننتقد السلوكات. ادوارنا مع الاسف كلاسيكيه جدا في ظل القوانين الجديده. راه الجمعيات اصبح لها دور المرافعه. شنو معنى دور المرافعه؟ يعني انك ملي كترصد واحد الظاهره سلبيه، واحد الظاهره ماشي مزيانه في المجتمع، راه كتدرسها والمرافعه والنضال باش كتدعم هذيك القضيه والضغط على مراكز القرار من اجل تغيير هذيك السياسه وهذيك القوانين. اكتفي بهذا القدر في هذا المحور هذا، على ان نمر ان شاء الله الرحمن الرحيم لواحد المحور اللي كيهمني شخصيا، اللي هو يعني الامال ديال المستقبل، دون يعني نسيان العطاء الغزير الذي قام به الجيل الاول في مجال العمل الجمعوي. واترك الفرصه للاساتذه وهم تله من الفضلاء من اجل الافاده والاستفاده في هذه الحلقه المتميزه، وشكرا. شكرا الدكتور يونس. نعطي الكلمه للاستاذ ديالنا والدكتور مصطفى، تفضل. مرحبا. سي مصطفى تفضل. وقيلا ما سمعنيش. نعطي الكلمه للاستاذه سناء، تفضلي. مرحبا. انا عندي واحد. السلام عليكم. اولا كنشكر سي نظيف على هذه الدعوه، وشرفت بمعرفه ناس جداد. وقيلا شي حد كنعرفو غير بر فيسبوك، ما عمرنا ما تواصلنا. كنظن وقيلا حتى الأستاذة مونيا تشرفت اليوم، يعني شرف كبير. أنا معاك في شي هدرة قلتي يا سي يونس، وما معاكش في شي هدرة قلتي. سوبراتوتو كنحس براسي مجبودة، باسكو أنا من دوك اللي كينظمو الحفلات الشاي للعيالات ومغريبة. ما فيش ما عندناش واحد اليوراتوري اللي ممكن انا نجيب فيهم عيالات وليداتهم
ونقربهم من لا كولتورا ديالي، ونعيشهم واحد البوميريجو بالحنه بالحلوه بالباسات مغربيه. حنا ما عندناش فين نمشي ولا ما درناش شي. لما كنتيش كتعرف في واحد العائلات كيجوجوا بناتهم ولا كيديروا اسبوعات، يعني انا غنجيب معايا قفطان ما عمري ما غنلبسه. باش نقول لك دونك خاص يكون الهدف اشنو باغا انت من داك الحفل. وهنا كنرجع لكيفاش الواحد خاصو يخدم في العمل الجمعوي. الا بغيتي دير فاعل جمعوي يا ديرو من قلبك يا ما ديروش، يا تكون مآمن بالقضيه باش انا وعمتي واختي وولد عمي وراجلي نديرو جمعيه ونجمعوا بها الفلوس وندوروا بها الحركه ونبانوا في التصاور. بلاش خلي الواحد خليه بلاصه اللي باغي الناس اللي باغيين تخدموا. هذا انا كنخاطب به الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث، يعني اللي ما باغيش يديرها سيريامين، ما باغيش يخدم من قلبه، ما باغيش يعاون الناس، ما باغيش يهضر على الجاليه ديالو، ما باغيش يساهم في التشريع في التقنين بلا ما يضيع لا وقته لا وقتنا. عينا من الشعارات وعينا من التصاور وعينا من الهضره وعينا خاص غير نعرفوا الهدف. انا كنعاود نركز الهدف ديال اي واحد كيوقف ويقول انا فاعل جمعوي، لان كل شيء باين، راه كل شيء باين واخا حنا ما كنهضروش. راه غادي داك اللي كيخدم من قلبه او من نيته غادي تعطل شي شويه، يعني شي وراهم بو دي تيمبو. ولكن بريما بوي كيقولوا التاليا الحق لا فيريتا فيانا قال لا تيبان كل شيء، تيتعرى كل شيء. كيما تيامو نانو كيما تيامو دو ثلاث سنين، ولكن والله العظيم الا كل شيء كيبان. دونك عندك الحق شي حوايج قلتيهم، مي كنحس براسي يعني تيراتا ميزو بير كويلا كوزا ديال الايبوميريجي اللي كريديمي يو لو فاتو لانو سكورسو ثلاثه المرات، ولحد الان لي دون كيطلبوا بير فافوري جمعينا. الهدف ماشي هو نميمه، الهدف ماشي هو انني اون بوميريجو ديديكاتو ادون لي بامبيني تيجيبوا وليداتهم كندوزو البوميريجو انسيام كيفوجوا على ريوسهم كيضحكوا وليداتنا كنجروهم كنهضروا معاهم بالعربيه كيشوفوا واحد الجو ديال المغرب، ولكن راه في الطاليان اي ديفينيتا لي ما عندهاش شي هدف اخر من غير هادشي. ارى ليا اللي كيجلس في القهوه وفي الجوامع وكيبدا يشرع ويقنن ويتخيار ويدير، هذاك انا احتفظ بلا ما نكمل لان سينو غادي نقول شي هضره ما غاديش تعجب شي حد. ما كنسمعوكش مصطفى. شكرا استاذه، وكل شيء تيعرفك يعني العمل ديالك اللي تتقومي به في ميلانو. نعطي الكلمه الان للاخت الدكتوره منيا، تفضلي. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا شكرا الاخ مصطفى على الدعوه، يعني انا جيت سعيده اليوم انني موجوده مع اخوان اللي تشرفت بالمعرفه ديالهم مسبقا في لقاء اخر، يعني الاخ يونس، فكانت معرفة خير ومعرفة طيبة. وكنتشرف اليوم طبعا بحضوري مع إخوان آخرين، يعني الأستاذة سناء طبعا اللي لها تجربة يعني في المجال الجمعوي وأيضا السياسي، وأنا يعني جد متشوقة أنني نعرف يعني حتى الرأي ديالها في الموضوع الثاني اللي غنطرقوا لي إن شاء الله سي مصطفى. طبعا كنتشرف ايضا بحضور يعني مع الأخ سفيان والأخ شفيتي سي محمد. فالورا اسمحوا لي ولكن غنحاول انني فقط يعني قبل ما ندخل في الموضوع، لان اخي يونس يعني فتح لنا واحد المجال للحوار يعني شيق. غادي نحاول فقط طبعا اذا بغينا نتكلموا على الجمعيات المغربيه في ايطاليا ما يمكنش ما نطرقوش يعني التاريخ يعني الجاليه المغربيه في ايطاليا، فهذا هو اللي كان الاساس يعني للجمعيات طبعا. فاحنا كنعرفوا يعني كمثل تاريخ كل فرد يعني كيكون من الانفصال من الامل ومن التغيير،
وهذا هو الشيء يعني اللي وقع في المجتمع، يعني أو كيوقع في المجتمعات بصفة عامة، لكن هذا هو الشيء اللي وقع يعني في المجتمع الإيطالي بما يخص الجالية المغربية. يعني بعد 40 سنة من الهجرة أصبحنا كنعيش واحد مجتمع، يعني واحد الهجرة المغربية اللي هي ممكن نقوله انقسمت إلى طبقات. فهناك الجيل الأول طبعا وهو جيل على رأسنا من فوق، وهو جيل التجارب، وهو جيل اللي عطى العطاء الكثير، وهو أكثر جيل عادة يعني باش يوصل رسائل طبعا، لكنه يعني جيل كينظر بالضرورة طبعا إلى الماضي والتقاليد، وهذا ليس بي 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 يعني ليس نقول هذا بحد ذاته هو إيجابي، يعني ليس بسلبي، لكن منحصر يعني في الماضي والتقاليد. وهناك طبعا كما ذكرت الأستاذة سناء يعني جيل الأوسط، الجيل الأوسط اللي هو ممكن نقوله في منتصف الطريق يعني بين الماضي والحاضر، يعني بين المكان ديال المنشأ ديالو والوجهة طبعا، مع يعني محاولته الدائمة يعني في التغلب على صعوبات الاختلافات. وهناك دائما في هذا الجيل الأوسط عندنا يعني الجيل اللي هو أصغر سنا، وهو هذاك الجيل يعني اللي كيحاول أنه يفرض النفس ديالو، وبأنه كيصبح جزء لا يتجزأ من المجتمع اللي هو كيعيش فيه. وطبعا لدينا الجيل الثالث، وهذا الجيل الثالث اللي أنا شخصيا أسميه يعني جيل التطور، يعني وهما هذيك الفئة اللي ولدت ونشأت طبعا في إيطاليا، فما بقتش يعني لم تعد أنها تمثل هذاك الانفصال عن المغادرة والأمل في بناء جديد، ولكن هو دليل ملموس للتغيير، دليل ملموس جدا على التغيير. يعني هو ذاك الجيل اللي كيلتزم يعني ببناء واحد المزيج كامل من التقاليد والابتكارات، في تطور دائم لا سواء ثقافي ولا سواء علمي. واحد الجيل اللي كيعطي إحساس بنضج للجالية المغربية في إيطاليا، يعني داخل المجتمع الإيطالي، وهذا واقع. احنا اليوم يعني ما يمكنش ما نقولوش باننا ما كنشوفوش جاليات ديال الجيل الثاني تشرف الجاليه المغربيه، ما يمكنش، لكن لها في المنشأ طبعا في بدايتها، فخصها التجربه ديالها. فهو بصفه عامه ملي كنفكروا يعني ملي كنفكروا ان المرأة بصفه عامه يعني في الدول او في البلدان الناميه، كنفكروا بانه هو مجموعه متجانسه، يعني واحد المجموعة متجانسة مع بعضيات، لكن هو في الواقع يعني متعدد الأوجه. يعني كنلقاو واحد الانقسامات داخل الواقع أحيانا كتكون على حسب الأصل، يا إما الأصل الجغرافي أو العرقي أو الديني، وأحيانا راه انقسامات كتكون داخل نفس داخل المجتمع نفسه، يعني داخل نفس المجتمع كنلقاو هناك انقسامات، وهذه الانقسامات يعني خلقت لنا عدد كثير من المشاكل داخل يعني الجمعيات أو الجالية، جمعيات الجالية المغربية يعني بإيطاليا. فعلى سبيل المثال يعني لاخدينا الجمعيات المغربية ديالنا، يمكن نقول أنها جمعيات اللي عندها واحد البانوراما ديالها شاسع شاسع كبير جدا، يعني لا من الجمعيات اللي هي ثقافية، جمعيات نسائية، جمعيات الجيل الأول، جمعيات الدينية، يعني واحد هناك واحد الاختلاف اللي ما شاء الله يعني كثير ومتنوع في نفس الوقت، لكنها واحد البانوراما كتطلب منا يعني في إما تحليل، حاولوا أننا نحللوها وندخلوا لها ونشوفوا هذه الانقسامات يعني شنو هي الإيجابيات اللي جابت لنا، وشنو هي الأشياء اللي منها ممكن أننا نفكروا باش طبعا اننا كنرفعوا من المستوى ديال الجاليات ديالنا. ف طبعا لما كندخلوا اننا كنتعمقوا في هذه الجمعيات المغربيه كيجينا شيئا ما شويه صعب الامر. علاش؟ لان هناك جمعيات صراحه مغاربيه كتكون من أفكار، كتكون من علاقات قوية في المجتمع اللي كتعيش فيه، ولكن هناك أو بنيت على نقوله يعني كانت فقط مجرد
وسيله لاهداف اخرى. طبعا ماشي بالضروره تكون اهداف شخصيه، لكن ربما تكون حتى الاهداف الشخصيه، وربما تكون اهداف يعني دينيه، او اهداف يعني ربما تكون اهداف اخرى. هناك حتى ايضا عندنا منظمات وعندنا جمعيات بنيت لاهداف سياسيه، يعني هذا واقع ديالنا حنا كنعيشوا. وهناك جمعيات اخرى طبعا واضح يعني الاساس ديالها. اذا هنا فين كتخلق لينا يعني واحد الصعوبات في اننا ندرسوا كاع هذا الواقع اللي حنا كنعيشوا فيه. اليوم ممكن نقولوا اننا، وهذا شيء لا بالنسبه للجمعيات المغربيه ولا بالنسبه للجمعيات الايطاليه بصفه عامه، حنا الاخ يونس تكلم على الجمعيات هذا التيرسو سيتور، يعني الجمعيات اصلا الا بغينا حنا غنتكلموا يعني كجمعيات مغربيه على الجمعيات الثقافيه والجمعيات العمل التطوعي والجمعيات الاسلاميه، لان هذه هي الموجوده عندنا الكثيره. لكن هذه الجمعيات لا سواء بالنسبه يعني في المجتمع يعني في التجربه المغربيه ديالنا او حتى التجربه الايطاليه، سدت واحد الخلل مؤسساتي. يعني هناك خلل، المؤسسة فشلت يعني في سد الكثير من الثغرات والاحتياجات ديال الساكنة ديالها. هذه الجمعيات سدت هذا الخلل، وهذا واقع يعترف به. يعني الآن اليوم أصبحوا أكثر الجمعيات ديالنا ماشي كيعوضوا المؤسسات، لا سواء التربوية التعليمية ولا سواء يعني المؤسسات الاجتماعية ولا المؤسسات السجنية ولا، لكن يحاولوا أنهم يسدوا ذاك الخلل، يساعدوا على قدر المستطاع طبعا. طيب إذا يعني سمحوا لي لطولت عليكم في هذا البانوراما، ولكن كانت ضرورية باش ندخلوا. طيب اليوم شنو اللي قدامنا احنا اليوم؟ الآن احنا اليوم كنشوفوا والحقل يعني المجتمعات ديالنا اليوم كيقول لنا أن من أكثر الجمعيات اللي أصبحنا كنشوفوها وكنعيشوها وكنشوفوها ربما كتخبط في مشاكل عديدة، وهي المجتمعات الإسلامية في إيطاليا. يعني المجتمعات هي الجمعيات الإسلامية في إيطاليا. هذا أنا ما كنقولش بأن الجمعيات الأخرى لا تتخبط، أنا من الناس اللي عندي جمعيات ثقافية ونعرف المشاكل التي نعيش فيه، وهي شيء عادي. يعني هي صعوبات أن الإنسان شيئا ما يعني يحاول أنه يطورها وأنه يستجمع. لكن هناك يعني الجمعيات الإسلامية الآن هي حقيقة صراحة شديدة التنوع، وصعيب أنك تفهم جميع الفروع ديالها، ولكن غنحاول فقط يعني أنا حاولت فقط على قدر المستطاع ديالي أنني نعطي واحد الفكرة اللي ربما استنتجتها من هذا الواقع اللي احنا كنعيشوا فيه ديال الجمعيات الإسلامية الإيطالية، واللي لابد أن نقولها يعني أنها يعني كيتغلب عليها واحد النسبة الأكثرية، وهي الجالية المغربية. هادو من اكثر يعني الجاليات اللي هي كتحكم في 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 المراكز او في الجمعيات الاسلاميه. اذا هاد الجمعيات اصبحت كتعيش واحد العلاقه مع المجتمع والدين، يعني يا اما على اساس يعني كتخلق على اساس واحد توجيهات اللي هي ايديولوجيا عرقيه قوميه مختلفه. طبعا نحن نعرف اننا كنعيش واحد الواقع السني اللي هو الاغلبيه بالتاكيد، ولكن معنا محاط باقليه شيعيه، او وكتمثلها هاد الجمعيات كتمثلها مجموعات يعني من نقولوا يعني كتمثلها واحد المجموعات اللي هي كتوجه بتوجيهات يا اما قانونيه او تاثيرات او يعني تاثيرات عرقيه او سياسيه. وهذه طبعا من ناحيه كتنطبق على المسلمين اصلا هما انفسهم، ومن ناحيه اخرى يعني كتكون هاد التوجيهات يعني خارجيه، يا اما توجيهات اللي هي كانت سبب ولاده هذيك الجمعيات، او يعني كانت سبب في تطوير هاد المنظمات او هاد الجمعيات. اذا غالبا احنا ما كنشوفوا ان هاد الجمعيات من ناحيه ديال الاحصائيه هي داخله داخل الجمعيات الثقافيه، لان يعني احنا كنعرف يعني باش تصبح جمعيه دينيه صعيب علينا هذاك المستوى، يعني مازال ما وصلناش عليه. اذا مازال كنتخبطوا في جمعيات ثقافيه اسلاميه اللي هي طبعا كتكون غير هادفه الربح، يعني كتندرج داخل القانون ديال الجمعيات الثقافيه. اذا كتستافد من الامتيازات الضريبيه يا اما لشراء اماكن او مساحات، ولكنها تتخبط في مشاكل كثيره. حنا كنشوفوا ان التمويل ديال اغلبيه هذه الجمعيات الاسلاميه داخل ديال هاد المراكز هو كيكون تمويل ذاتي، طبعا حصة كبيرة هو كيكون تمويل ذاتي، ولكن هناك تمويلات خارجية طبعا.
فبحكم ان هذه الجمعيات هي جمعيات ثقافيه، صعيب انها كما كنقولوا حنايا ديكلاري، يعني تنزل جميع التمويلات الخارجيه اللي هي كتستفد منها، لانها تعاقب اصلا قانونيا، قانونيا تعاقب. اذا فين كنطيحوا؟ كنطيحوا في اخفاء بعض التمويلات. انا طبعا ما كنقولش بان جميع الاشياء يصرح بها، لان القانون الايطالي هو الاول يتحمل المسؤوليه في ذلك، لان لو كان قانون مقنن يقنن الجمعيات الدينيه ويسمح يعني فقط يعني بجمعيات دينيه مقننه، لربما يعني غادي يعني من حقي انني احاسب. لكن انايا كجمعيه انا كنعطي واحد البيلانشو، يعني واحد البيلانشو ديالي اللي كنعطيه سنويا، كنقول الاشياء اللي كتدخل المداخل ديالي والاشياء اللي هي كتخرج. لكن ما دمت انا يعني جمعيه ثقافيه، في اليوم الذي الدوله غتعترف به وتقول انني جمعيه دينيه واصبح انني كنستفد من الموارد ديال الدوله، فهذيك الحاله نقدر نعترف حتى بموارد خارجيه اللي هي كتدخل. هذا طبعا كيبقى رايي انا الخاص. اذا هذا غير بصفه عامه يعني على بعض المشاكل اللي هي كتخبط فيها الجمعيات الاسلاميه. طبعا غنحاول انني غادي نرجعوا ان شاء الله لك مجددا الدكتوره مونيا، وغنيه عن التعريف وما شاء الله عندك ما تقولي، وتطرقتي عدد من النقاط، لان الحق الديني احنا كجاليه مغربيه، لان احنا الان يعني في هذا اللقاء تنهضروا على الجاليه المغربيه، احنا كلنا بغينا الجاليه المغربيه تكون هي الاولى، بغيناها ما تكون يعني من احسن الجاليات، لان تنشوفوا كاينين هناك مشاكل تتخبط فيها الجاليه والاسره وانت عارفه، وهذا يعني تيخلينا خصنا يعني تكون اعاده النظر في هذا العمل الجمعوي، لان يعني كما تيقولوا المجتمع المدني فقد الثقه فينا حنايا. انا بغيت نعطي السؤال ديالي للسي سفيان. اولا تنشكره من هذا المنبر هذا، وتنشكره يعني القبول الدعوه، وكيف تنور الراي العام وتنور المغاربه وتدير المجهود ديالو كبير باش ما يتكررش الاخطاء اللي تتوقع فيها المغاربه، وهذا يعني واحد المجهود كبير، يعني اللي احنا تقريبا المغاربه كاملين هنا في ايطاليا وخارج ايطاليا تيتبعوا في الاخبار ديالو، وتنتمناو ليه التوفيق، ويعني وكشباب اللي تنشوفوه يعني الحمد لله غادي يعني غادي يمشي في هذه المسيره هذه ان شاء الله، وهذا هو المستقبل ديالنا اللي ان شاء الله غادي نهضروا فيه. سي سفيان، يعني واخا انت تكلمت معك قلت لي راه ما عندكش مع العمل الجمعوي وبزاف ديال الحوايج، يعني اشنا هي يعني لا 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 يعني الرؤيه ديالك للجاليه المغربيه، يعني كفكره الجاليه المغربيه واش يعني عندها واصله لواحد المستوى ولا ما واصلاش لذاك المستوى المطلوب، يعني بالنسبه اني المشاكل اللي تتخبط فيها الجاليه. تفضل، مرحبا. السلام عليكم، شكرا على الدعوه، وكنبغي نحيي جميع المشاهدين وجميع الاصدقاء اللي ضيوف، كنعرف بعض منهم كسناء والاخرين ربما اتشرف بالمعرفه ديالهم لاحقا. انا ما قلتش لك ما عنديش مع العمل الجمعوي، قلت لك ما داخلش في العمل الجمعوي، يعني نعم العمل الجمعوي لا حبذا يكون يعني منتشر بزاف، ولكن ما كانتش عندي تجربه، يعني ما عمرني دخلت لواحد الجمعيه ولا كنت في الاداره ديالها ولا كنت يعني كنهتم بشؤون الجاليه المغربيه، ربما اهتم من الناحيه الاعلاميه ولا شرح القوانين ولا شي حاجه من هذا القبيل، ولكن في العمل الجمعوي ما كانش عندي تجربه. التجربه الوحيده اللي كانت عندي هي في شباب مسلمي ايطاليا، جوفاني مسلماني ديتاليا، ولكن كنت داخل يعني حتى في الديريتيفو ولكن في الليفال لوكال، يعني على المستوى المحلي في مدينه فيرنسا، لذلك ما كانش واحد ما نقولوش ديال الجاليه، لانه بحكم انه جمعيه اسلاميه كانوا فيها جميع يعني الجنسيات من مغاربه توانسه جزائر ومصريين صومال يمنيين فلسطينيين ما شاء الله، يعني كانوا العديد من الجنسيات في الجمعيه، ولذلك ما عنديش تجربه اللي يعني ربما غادي نحاول يعني نتكلم على النقطه اللي نيت ذكرتي من الناحيه ديال الجاليه المغربيه. اولا يعني انا كملاحظ والله اعلم، يعني كيبان لي العمل الجمعوي ديال المغاربه كله
مركز متركز يعني في المناطق الجغرافية، في المناطق الشمالية، يعني من فرنس ولتحت كأنه لا توجد إيطاليا، يعني البحر من تحت فرنسا ولتحت البحر. أما الجالية المغربية كلها يعني منتشر، الجمعيات المغربية تقريبا كلهم كانوا في المناطق الشمالية، خصوصا في المنطقة ديال ميلانو، ومناطق ربما شوية في تورينو وربما شوية بولونيا، ولكن المناطق الأخرى يعني كاين واحد شح يعني ديال العمل الجمعوي. هذا كذلك كيخلي انه الجاليه المغربيه، وانا واحد منهم، عنده واحد النظره اللي ربما كتكون احكام مسبقه على العمل الجمعوي. وكيف ما قالت الاخت سناء، يعني هو واحد العمل كتقوم به الا كنتي كتحب، كباقي الاشياء. حتى العمل اللي تنقوم به انا مثلا كاخبار، يعني انا ما غاديش نقوم به لانه كاين واحد المردود مالي، بعيدا على المال وبعيدا، راه غادي ديروا اليوم غديروا غدا، ما غتستمرش في واحد العام 3 سنين. وانا ربما من 2009 وانا كنقوم بالعمل يعني بين قوسين، يعني كنقول صحفي، ولكن خاص يكون يعني الواحد كيحب داك الشيء. كون انه الجمعيات في نظر واحد الفئه كبيره ديال الجاليه المغربيه، هو انه واحد يعني كيدير فلان دار جمعيه غير باش يربح الفلوس، فلان دار جمعيه غير باش يدير الفلوس، لا حق هذوك الناس راهم مجموعين تما غير كيسترزقوا الله، لا راه كياخذوا الفلوس، لا راه كيجيبوا. وبنادم كله حذر، ما تحيدش لي من عقله، لانه واحد عنده جمعيه كيهز الرايه ديال المغرب، لا راه كيوصلوا الفلوس ديال المغرب، وما عارفش الناس ديال الجمعيات راه كيعاني ومعاناه كبيره باش يكون عندهم واحد التمويل، ولا باش يكون عندهم غير باش يقضيوا المصاريف ديالهم والاشياء ديالهم الخاصه، يعني ديال الجمعيه ماشي الخاصه. ولذلك كاين احكام مسبقه من الجمعيه، من الجاليه المغربيه حول الجمعيات. وكاين كذلك يعني العمل الجمعوي، ماشي حنا كنقولوا كالمجتمع الايطالي، لانه كبروا في واحد السيستام والعمل الجمعوي والنقابات وعندهم واحد يعني تاريخ في هذا الشيء. يعني كيتلقاه من الشباب ديالو كيدخل ربما جمعيه، ولا الاب ديالو عنده في واحد النقابه وكيقوموا. يعني لا حنا كمجتمع مغربي ما عندناش الثقافه ديال الجمعيات والعمل الجمعوي، ما كنديرش الحاجه هكا، كنديرها الا كان عندي واحد المقابل، يعني ما غاديش نمشي نضيع وقتي كما تيقول. ولذلك هذا الشيء هو اللي ربما كيبان لي من ناحيه ديال الجاليه المغربيه. يعني ما كاينش حتى واحد الواحد زعما كاين حتى العمليه، الفكره اللي بغيت نوصل هو انه يعني حتى يعني في المناطق اللي ناقصين الجمعيات، وربما كاين امكانيه وحتى شي واحد ما غيحيد عليهم انه تكون جمعيات جديده في هذوك المناطق اللي ما كايناش، وربما جمعيات اللي غادي تعاون، تقدر تكون جمعيات متعدده كيف ما قالت الاخت سناء، غير تجمع الناس وتخلق واحد الجو، راه جمعي، راه هو يعني عمل جمعوي، يقدر يكون عمل جمعوي كيف ما عرفت بعض الاخوان والاخوات اللي كيتعلقوا بالمشاكل ديال الاطفال والقصيرين، والعائلات اللي كيديو لهم الاطفال ديالهم يعني عن طريق المحاكم ديال القصيرين. حتى هذوك كاين اللي كيقوم بمساعدات، اللي كتقدر توصل المساعدات من ناحيه ديال المحامين، من ناحيه القضائيه، وهذو كلهم يعني كل وحده ومتخصصه في واحد الاختصاص، اللي يقدر يكون من الثقافي الى يعني القضائي والناحيه ديال القوانين والدفاع على بعض العائلات. حاجه اخرى اللي بغيت هو انه اللي كنلاحظ والله اعلم حتى الجمعيات، وهذا مشكل كبير، يعني الحل ديالو ربما انا كنحاول يعني كنعطي الجمعيات اللي كيتصلوا بيا وكيتكلموا معايا وعندهم واحد الخدمه اللي يقدروا يفيدوا بها الجاليه المغربيه، ما عمرني يعني ما درت فرزيات ولا كنمشي، واخا صادفت ناس وجمعيات عندي في القناه ديالي وكتكلم مع شخص اخر يقول لك فلان ودي راك ما عارفش الماضي ديالو، اجي نقول لك ولا ودي انا ما عندي ما ندير بالماضي ديالو، انا داك السيد عرفته كيقدم واحد الخدمه، عرضت عليه في القناه ديالي وداك الشيء اللي قال مزيان وكيفيد الناس، السلام عليكم سالا تماي، انا ما يهمنيش انت الحسابات اللي عندك معاه ولا الحسابات اللي كانت عنده مع القنصليه ولا مع واحد الحاجه، لا صافي. كتقول حنا يعني كاين حتى محاربه داخليه ما بيناتنا. ولذلك الجمعيات اللي كاينين المشكل الكبير اللي عندهم هو انهم يوصلوا الصوت، وانا كيف ما قلت الى لقيت جمعيات محتاجه انهم يوصلوا الصوت، مرحبا، غادي تفيد الناس وغادي تفيد الجاليه، وما قادرش توصل الصوت ديالك. ولذلك المشكل هو انهم بحال عايشين في واحد كيف ما كيقولوا الطاليين اون بولا، يعني واحد الكره داخل الفاعر هما، وحتى شي واحد ما مقرب منهم من الجاليه ولا كيعرفهم الا اللي يعني تقربوا منه هما. واش كاين اجتهاد باش يوصلوا يعني الاسم ديال الجمعيه ديالهم ولا العمل اللي كتقوم به على المستوى المحلي اولا، وديك الساعه نشوفوا على المستوى الوطني، لانه جمعيات مغربيه على المستوى الوطني ما كنظنش انه كاينين هنا في ايطاليا،
كاينين جمعيات إسلامية ولكن جمعيات مغربية ما كاينينش. واش ناقص الكفاءات؟ لا أظن. واش تحس ما مفاهمنش؟ ربما، وكاين محاربات وكاين بزاف ديال المشاكل. وكنتمنى انه يعني هذا الشيء اللي غادي نقدر نفيد به، يعني هذا هو التدخل الوحيد اللي غيكون عندي ربما، لانه يعني الاشياء اللي كنتمنى راه ربما يعني بلا ما نذكرها راه كل شيء كيتمنى انه يكون واحد يعني تضافر الجهود ما بين الجاليه المغربيه، ويكونوا جمعيات كثيره وجمعيات اللي كل يعني من الثقافه الى يعني الحقوق الى يعني الدافع للاخوان ديالها اللي كيضلوا يعني مظلومين في الحقول ديال الفلاحه في جنوب ايطاليا كيف الشمال ديالها. يعني كاين بزاف ما يدار في الجاليه في الجمعيات على المستوى الدفاع على الحقوق ديال المواطنين المغاربه، ولكن هذا هو الامنيه ديالي، يعني انهم يكثروا، يعني انه الصوت ديالهم يوصل. وانا راه كيف ما قلت مستعد دائما انه الا كانت شي جمعيه باغا تفيد راه نستضيف داك الشخص إذا كان يعني كيفهم في 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 القوانين اللي كيخصوا يعني العائلات والقاصرين. مرحبا، كيفهم يعني شخص في القوانين ديال شراء المنازل في الهاسطة، أنا كنت درت حاطة على هذا الشيء، يعني في أي حاجة ممكن أنه تفيد الجالية المغربية مرحبا بها، ما كاين حتى شي مشكل. بارك الله فيك. وأنت ديجا كنتي تكلمتي في بعض الحلقات ديالك على مثلا تكوين واحد المجموعه ديال المحامون اللي كاينين، راه كاينين محامون مغاربه. هذه النقطه يا اخي مصطفى ذكرتها البارح، انا البارح كنت في مدينه تورينو على قبل واحد افتتاح ديال واحد الفرع ديال جمعيه مسلمي ايطاليا الشباب الصغار، والحمد لله كانوا ناس اللي جاوا من اسطي من نوفارا جاوا من اليساندريا، وكانوا امهات واباء في هذاك اللقاء، وبزاف منهم ذكروا هذه النقطة. قالوا لي راه واحد النهار كنتي وعدتي، والمشكل قلت لهم هو هذا، قلت لهم أنا راه فيا ما غادي نفتح جمعية وغادي نقول أوكي ها الجمعية كاينة، ها واحد الصندوق ديالها، والناس قال لك حنا مستعدين أننا نتبرعوا، خصوصا أنه يعني الجمعية اللي غادي تدخل على الخط في حالات اللي غادي تكون شادة، يعني حالات اللي غتكون صعيبة بزاف، ماشي واحد دار واحد المشكل قضائي غادي تقول لي لا غنجيب لك محامي ديالي. حنا كنتكلموا كجالية غندخلوا مني تكون شي حادث ديال بعض المواطنين المغاربه اللي هما من الجاليه المغربيه تعرض لواحد الظلم، وغادي تشوفوا كيوصل للصحف وكتقول شوف هاد الناس كيف معدين عليهم محاميين وما لاقيش اللي دافع عليهم، وكنت يعني كيبقى في الحال قلت ربما ندير واحد جمعيه. وهذه كانت غير فكره، انا ما عرفتش الجمعيه كيبداو منين يعني كيفاش التاسيس، ولا غير كانت فكره. قلت دير واحد المجموعه ديال المحامين اللي قدروا يكونوا مناطق من شمال ايطاليا الى جنوبها، وتكونوا نا كولابوراسيون كولورو، وما غيكونوش فابور، وغادي يكون واحد الصندوق اللي الجاليه براسها غادي تحط فيه فلوس، وغيكون داكشي ترانسبيرانتي طوط. ولكن راه كيف ما قلت للناس البارح، قلت لهم راه انفو غادي ديرها، غادي تلقى ديجا واحد 20 واحد راه دار بها الفلوس، راه برا ما دار. انا راه فتحت القناه ديال اليوتيوب باقى لي 3 شهور باش فتحت، ديجا جاو شي اخوان تيقول لي راه شرا دار بالفلوس ديال اليوتيوب، دابا راه تيقولوا فيلا. ولذلك اش غادي دابا اش غادي دير غدير 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 جمعيه وغادي تبدا تجمع الفلوس وغادي تعاون هذا وتعاون الاخر. هذا المشكل ديالنا حنا كجاليه ماشي ديالنا كمغاربه، الانسان كامل راه هادشي كاين في جميع الجاليات، ماشي زعما كنقولوا حنا مغاربه، راه هو هذا هو انه يعني كتكثر القيل والقال والمحاربه الداخليه وهادشي اللي ما تيعاونش. شكرا سي سفيان، غادي نرجعوا لك ان شاء الله بان غادي نسترقوا الموضوع ديال الشباب، من بعد غادي نسترقوا لك. نعطي الاخ السي محمد الكلمه، تفضل. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حقيقه شكرا استاذ مصطفى، حقيقه هو موضوع ذو شجون. الجاليات المغربيه في اوروبا، انا كنت هضر من باب انني كان عندي تخصص في العمل الجمعوي في المغرب كموظف، وعايش بزاف ديال التجارب انا في اوروبا في العمل الجمعوي. حقيقه خصنا نرجعوا الى الوراء شويه ونعرفوا كيف بدا العمل الجمعوي، يعني من الخمسينات الى حدود الان، وكيف تطور حتى السوسيولوجيا. اظن على ان هناك اشكال مطروح هو اشكال العقليات، العقليات الجمعوية لم تتطور. بدأ العمل الجمعوي في الأول كنقابات كمناضلين للنقابات، ثم تطور إلى عمل تطوعي غير ربحي، غير ربحي وليس فيه انتماء إلى أي جهة، ثم تطور إلى مؤسسة، يعني إلى فعل مؤسساتي، يعني يخدم مؤثر بشكل رسمي، يعني يدخل في السياسات، في إنتاج السياسات العمومية.
الآن الرهان الأساسي ديال الجمعيات بعيدا على المشاكل المطروحة واللي كيعقد يعني الولوج إلى هذا الرهان، هو أنه خصنا نعملوا علاقات في إطار يعني في إطار عمل مهني وليس في إطار عمل تطوعي. العمل التطوعي هو العمل القديم الشكل الكلاسيكي اللي كان كيشتغلوا به الجمعيات. أنا أظن حتى أنه في الأنظمة الأساسية هناك إشكال في المنظور العام وفي السياق العام وفي الإنتاج العام وفي الرؤية العامة. لذلك خاصنا نجلسوا أولا تشخيص ديال المشاكل المطروحة للجالية المغربية سواء في المكانت وخصوصا في بعض الدول في الدول الجنوبية فيها إشكال حقيقي، والصراعات المبنية على حسابات شخصية تهدم العمل البناء، هذا إشكال حقيقي. الممارسة في الفعل الجمعوي لا بد لها أولا لجوج الركائز أساسية. أولا خصنا العقلانية وخصنا الكفاءة، العقلانية والكفاءة لتدبير الجمعية. لا يمكن أن ندبر جمعية يعني بالمفهوم الجمعوي في سياق خارج عن المهنية، ولكن إذا كنا يعني نلم بشكل أساسي وبشكل يعني شمولي بآليات العمل الجمعوي وكيف بني العمل الجمعوي وكيف تم التفاوض في العمل الجمعوي، يعني حتى العمل الجمعوي واش بغينا نديرو به حنا سؤال عريض، واش بغينا نديرو حنا بعمل جمعوي؟ كيجي واحد كيجي انسان لا علاقه له بالعمل الجمعوي من باب الحب، متفقين ما كاين حتى اشكال، ولكن الخدمه المبنيه يعني باش تخدم المصالح ديال المواطنين ديال الجاليه المغربيه يجب ان تكون لديك درايه. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. هذا باب تكوين، يجب أن يكون على الأقل هناك تكوين أساسي يعني للإنسان الذي يريد أن يدير أو يشتغل في إطار جمعية. في إطار جمعية يعني كيف نشكل القانون الأساسي، لأن هذا المبدأ ديال العمل الكلاسيكي القديم هو الذي نشاهده نعم حاليا. نعم مازال عندنا شكل يعني مازال عندنا شكل من أشكال يعني المحدودية في العمل الجمعوي، لا نرتقي في العمل الجمعوي. والسؤال لماذا لا نرتقي في العمل الجمعوي؟ أستاذ أبو محمد، أنا تنشكرك على نقاط مهمة ذكرتها. أنا أعطيك سؤال للإخوان كذلك، هل أصبح من الضروري تغيير آليات وطرق اشتغال الجمعيات من الأشكال التقليدية إلى تحديثها؟ يعني واش حال الوقت باش على الأقل نمحيو هذاك الاسلوب اللي تنخدموا به القديم ونحاولوا نقلبوا على شي طريقه واحده اخرى جديده اللي غادي تخدم الجاليه المغربيه؟ تفضل. نعم طبيعه الحال انا اشاطر رايي في تحديث العمل الجمعوي يعني وتحيينه واعطائه يعني الروح الاساسيه التي من خلالها يمكن ان نرتقي به، لان من خلال هذا العمل كله المضمون ديال العمل كله خصنا نشوفوا لامباكت هذاك لو بروجي انستيتيسيونيل. سمحوا لي غادي نهضر شويه. لو بروجي انستيتيسيونيل اللي كنخدموا به اللي كنوجدوه النهار الاول، لو بلان داكسيون اللي عندنا الكبير، داك المشروع الاساسي راه فيه دي فيناليتي، فيه نهايه، خصنا نوصلوا للنتائج. الا ما كانتش عندنا نتائج وكنتهرسوا في الوسط يعني في اطار البرامج المعتمده داخل الجمعيه، وهذا راه فيه تكوين. يعني نبدأ من التشخيص، ثم نبدأ بالمرحلة الثانية اللي هي إعداد البرامج، ثم إعادة إلى إنتاج دورة أخرى، ثم إعادة إلى النهاية. إلا ما كانتش عندنا المراحل الأساسية يعني معروفة لدى الفاعل، أنا أسمي هنا الفاعل الجمعوي. شوف حتى في المغرب وحتى في جميع الدول كتدخل في إطار السياسات العمومية، عندها وزارة مختصة. لذلك إذا بغينا احنا كجالية مغربية في جميع الدول أن الدول يعني ترانا بمنظور يعني الموازاة، خاصنا نكونوا في المستوى من خلال العمل الجمعوي. العمل الجمعوي هو مدخل أساسي للتأثير على السياسات العمومية. هذا هو اللي خطير في الأمر. نهار نوليو نأثروا في السياسات العمومية بشكل أو بآخر، ربما غادي
لقاو راسنا اننا نسير في الممر الصحيح او لا في الطريق الصحيح، ولكن ما دمنا لازلنا يعني في المرحله الاولى مرحله الاختلافات والخلافات، لم نرتقي بعد من مرحله الاختلافات. علاش عندنا اختلافات؟ لان مشكل عقليات، ليست لدينا عقليات منفتحه على العمل الجمعوي. العمل الجمعوي هو عمل فليكسيبل، عمل فيه مرونه، عمل فيه شجاعه، عمل فيه كفاءه، عمل ليس فيه ازدواجيه في الخطاب. نعم. نعم شكرا شكرا انا مع راسي ومع الاخر. شكرا استاذ، شكرا استاذ، غادي نرجع لك ان شاء الله. اللي تقريبا حنا كنا متفقين على هذا الشيء اللي قلتي، اخوان كلهم متفقين والاساتذه والدكاتره كلهم متفقين، ولكن حنا دائما حنا الحمد لله كاينين كفاءات، كاين انت وكاين الدكتوره مونيا وكاين الاستاذه سناء وكاين عدد كبير، كاين حتى الشاب ديالنا الاستاذ سي سفيان. علاش ما نخدموش؟ علاش ما نحاولوا حنا نغيروا؟ يعني ما عنطوش نقولوا بان نعطيو اللومه بان كاين، يعني هذا الشيء خصنا حنا على الاقل نبداو، لان حال الوقت باش نبداو ان شاء الله. الدكتوره مونيا، اشنو رايك من يعني التغيير اليه الطرق ديال اشتغال الجمعيات من الاشكال التقليديه الى التحديثيه، والطريقه اللي تكون على الاقل ما غاديش حنا نقصيو لا 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 الناس اللي خدموا في الاول. هذا كما قلتي في الاول، الناس خدموا وعطاو الكثير، حنا ما غاديش، ولكن حال الوقت اللي غادي نعطيو الكفاءات حتى هما الدور ديالهم باش يعني نحسنوا من المستوى ديال العمل الجمعوي. تفضلي دكتوره. شكرا سي مصطفى. انا غنبدا بالنقطه اللي وقف عندها الاخ سي محمد اللي يشكر، يعني قال صراحه يعني أفكار جميلة جدا وتحليل واضح جدا ومنطقي. طبعا هو الاختلاف، شوف احنا مؤخرا أصبحنا في الجمعية المغربية نرى أن هناك اختلافات، وهذه الاختلافات يعني أدت لنا انقسامات، الشيء اللي كيؤدي بنا أننا كجمعية أصبحنا يعني عندنا واحد الرؤية فردية. اوكي، يعني كان خصم انا وياك كان كنولي باغي نخدم حتى انا بوحديتي او نخرج انني نأسس بوحديتي. هاد الصراعات اللي احيانا كتكون حتى على تفاهات، يعني اختلافات الراي، ما عندناش هذاك ديال ان رايك يحترم، يعني ما كنتقاسموش معك، انا مختلف معك، انا كنختلف انا وياك، لكن رايك يحترم، لكن ليس بالضروره انني نكون يعني خصني نقول بان الراي ديالك راه هو الصائب، خصني يكون لي وجهه النظر ديالي، لان الا ما كانش لي وجهه النظر ديالي طبعا احنا ما غنرتقيوش لهذا المستوى اللي حنا قلناه. يعني راه في الاختلاف بعد خضرات احيانا وفي الصراعات شنو اللي كيتخلق، يعني هذا شيء اللي احنا لاحظناه، ان في هذا الانقسام راه كتولد جمعيات اخرى، وغالبا ما كيتنافسوا اعضاء هذه الجمعيات اللي هي تولدات، هاد الاعضاء كيتنافسوا في بعضهم، يعني مع البعض كل واحد كيقول انا غنعطي اكثر وانا غنديرها اكثر. وهذا شنو اللي كيخلق؟ احيانا راه كيخلق لنا عدد المبادرات، كتكثر المبادرات. راه في الاختلاف ليس دائما سلبي، راه هناك ايضا الايجابيات. طبعا انا معك ان مع الاخ لما كيقول ان الاختلاف يعني لا بد ان نلقى، ولكن راه احيانا في هذا الاختلاف يعني كنلقاو هناك عدد من المبادرات كتستفد منها الجاليه، او لا كتستفد منها ديك الفئه البسيطه اللي هي محتاجه يعني او متعطشه الكثير ديال الاشياء اللي هي موجوده على الساحه الجمعويه. ففي السياق الاجتماعي بصفه عامه احنا كوننا يعني احنا كنحاولوا يعني كجمعيات كنحاولوا اننا نتكونوا وكنفرضوا وجودنا كمواطنين قبل، ليس فقط كمهاجرين، ليس فقط كمهاجرين، يعني كنسطر عليها. يعني احنا الان اصبحنا ممثلين، يعني عمل جمعوي اصبحنا ممثلين داخل المجتمع، يعني كنحاولوا انشطه مختلفه جمعيات كلها كتركز على اننا نكونوا فيها اولا مواطنين وليس فقط مغاربه، ليس فقط مجرد مهاجرين. يعني الهدف هو أننا نعترف، وأولا الاعتراف أولا وقبل كل شيء لأنفسنا، إحنا نفسنا نعترف بحقوق الفرد وعاد بحقوق المواطنة. بعدها طبعا بغض النظر عن كوننا إحنا يا أننا مهاجرين، أحيانا طبعا كنلقاو سياقات أقل ترحيب، فكنحاولوا أن كيكون دائما يعني
عمل متداوم حتى لو ان ما لقيتيش من الجهه الاخرى يعني استجابيه. فاولا وقبل كل شيء يعني انا كنقول اننا لابد ان نرى في مواردنا الخاصه، نحن فاعلين جمعويين، نحن اصحاب الجمعيات، كل شخص لابد ان يرى في موارده الخاصه هو اشنو عنده، اشنو قادر انه يعطي، كيفاش يخدم على النفس ديالو. بعدها طبعا ما يوقفش على الحدود ديالو، لان كنشوف شنو اللي عندي، كنشوف شنو المستوى اللي انا ممكن انني نخدم فيه او نعطي فيه، وطبعا كنحاول انني نجتهد نخدم على نفسي. انا اكثر اشياء يعني اللي كنصح بها نفسي طبعا، وكنصح بها لانني كفاعله جمعويه، وكنصح بها يعني جمعيات المجتمع المدني، او الاشياء الاخطاء اللي احنا خصنا نتجاوزوها واللي يعني كنشوف بان هناك جمعيات يعني تجاوزاتها، هو اننا ما نغرقوش نفسنا فواحد الرؤية عرقية. يعني كنمثل بلدي مثلا فقط بملابس أو برقصات أو بأكل أو كما قلت لك هناك جمعيات يعني ارتقات بها، كناخذ العرق، كناخذ الأصل، الأصل هو هذا، ودائما خصو يبقى هذا الأصل، لأن ما يمكنش أنني نزيد القدام من غير الأصل، ولكن الأصل ما خصوش يكون القفص، يعني لا أعتمد فقط على ذلك، لكن الأصل موجود، العرق موجود، الأشكال والتقاليد كتبقى ثابتة، ولكن تفسير الجذور كنقطة انطلاق، يعني هي خصها تكون نقطة اللي أنا انطلق منها باش كنعطي فهم لثقافات مختلفة اللي كتلعب دور في فرض المواطنة داخل المجتمع. يعني هذا هو أكثر شيء كنركز عليه. وكما قلت لك شفنا جمعيات يعني ما شاء الله عليها، يعني كتبدا من تقاليد، من الأصول، من العرق، وكتطور شيئا فشيئا باش كتعطي اكثر، باش كتحاول انها تمرر رسائل. الاخت سناء تكلمت قبل وقالت انا حسيت بانني سنوتي راه تنكاوزا، بالعكس الاساس هذاك هو التقاليد ديالنا، التقاليد ديالنا كيبقاو، لكن ما خصناش نتغلقوا فقط داخل هاد التقاليد. الاخت سناء بنفسها مؤخرا يعني الحدث اللي هي اسساته او الحدث اللي هو وقع خلانا احنا كنشوفوا ان من التقاليد طورنا ودخلنا وصلنا المسألة الثقافية اللي منها كنمروا الرسائل. هذا هو ما نحتاجه الآن، يعني أننا نخدموا على نفسنا، نطوروا نفسنا، نديروا فورماسيوني يعني للعامل أو الفاعل الجمعوي باش أننا نرتقيوا بالعمل الجمعوي. وشكرا. ما كنسمعوكش أخ مصطفى. شكرا الدكتورة، وتطرقتي نقاط مهمة، وهذا هو بيت القصيد. احنا الحمد لله بغينا نعرفوه بالوجوه، ونعرفوه الحمد لله بإيطاليا كاينين فيها كفاءات اللي يمشيوا ان شاء الله بهذه المسيره الى الامام. ترحبوا بضيف الحلقه سي عبد العالي من سويسرا، هو غني على التعريف ومناضل، وشرف لنا يكون معنا. من بعد غادي نعطيك الكلمه استاذ. نعطي الكلمة للسي يونس، نرجع للسي يونس، الدكتور يونس، في رأي ديالك بالنسبة نعطيه كما قلنا من التغيير ديال الآليات ديال وطرق اشتغال الجمعيات من أشكال تقليدية إلى تحديثية. تفضل أخي الدكتور يونس. شكرا أخي مصطفى، عطفا على ما تفضلت به الأستاذة مونيا، وحتى لا تفهم مداخلتي يعني على غير قصدها، بالنسبة للنقطة التي أشارت لها الأخت سناء، من طبيعة الحال لا أحد يعني يبخس العمل ديال أسميها ورشات الشاي أو يعني تناول غريبة كيفما قلت، بالعكس هذاك هو الأساس. ولكن كيفما قالت الأستاذة مونيا، ما خصاش تبقى ديك النمطية والتقليدية في هذاك العمل الجمعوي. يعني الحمد لله كاين دابا جيل ثالث، وواحد المصطلح اللي استخدمته الأستاذة مونيا في المداخلة ديالها الأولى، قالت بأنه كاين الجيل الأول ياك، وكاين الجيل الثاني، نعم، وكاين الوسط، وكاين الجيل الثالث، وذكرتي واحد المصطلح
اللي هو جميل جدا. ومن هذا المنبر انا كنتمنى ان عندك فيه حقوق النشر. هو جيل التطور. هذه راه والله العظيم اول مره كنسمع هذا المصطلح هذا. العمل التطوعي بطبيعه الحال كما قالت الاخت سناء، يعني خصنا نتجاوزوا ديال هذيك القضيه ديال انا وخويا ومراته وجمعيه فيها انا والاخ ديالي والزوجه ديالي وكذا وكذا. هذا من بين الاسباب اللي كتخلي الشباب كي ما كينخرطش في الجبل في العمل الجماعي، وكتخلي من بين الاسباب اللي كتؤدي الى عزوف الشباب عن العمل الجماعي. لذلك انا ما يعني ما نومي بيرميتو نبخس العمل ديال جلسات الشاي وتناول الحلوى، بالعكس هذاك هو الاساس، وربما من ثم كتكون الانطلاقه لواحد التطور الذاتي والتطور ديال الجمعيه. الشباب ملي كنسمعوا الكلمه ديال الشاب انا يتبادر الى ذهني بزاف ديال المصطلحات: القوه، الحيويه، الابتكار، الاندفاع بسلبياته والايجابيات ديالو. ولكن السؤال المطروح: علاش عندنا عزوف الشباب عن المشاركه؟ سي يونس غادي نرجعوا غادي نطرحوا هذا السؤال هذا ان شاء الله من بعد. نعطي الكلمة الأستاذة سناء. أستاذة سناء عرفنا عليها يعني عندها تجربة في الحقل السياسي، يعني أشنو الإكراهات اللي تلقى مثلا الشباب وتلقى مثلا واحد من الجالية يعني باش يلتحق مثلا بالحقل السياسي؟ يعني كتجربة انت ديالك يعني ممكن تعطينا واحد الفكرة، لان هذا احنا الحمد لله الجالية المغربية كاينين فيها كفاءات وعندنا مراكز اسلامية للدعم. لان واحد المغربي لا مشى ولا كونسيليري كومونالي غادي يدافع علينا، غادي حتى ديك البلدية ما غاديش تبقى يعني تدير حملات ضدنا ولا ضد في ذاك المركز، غادي بشويه بشويه، لان الحمد لله ولات الجنسيات عند المغاربه كثير، وتا من ناحيه ديال مثلا الجاليات اخرى. يعني هذا المشكل هذا مازال ما بغيناش ما وصلناش نفهموه، هذا هو المشكل. تفضلي يا استاذه. بغيتيني نتخاصم اليوم يا كسي نظيف ياك؟ كتجبد ليا. لا هادو راه هاد الحوايج تيضرونا، هذا هو الواقع، راه حنا تنهضروا على الواقع. اول حاجه فاش انا قبلت انني نترشح في البلديه ديال ميلانو، وكنشكر السي سفيان حيتاش لبى الطلب ديالي انا شخصيا، عيطت عليه وقلت لي الله يخليك سي سفيان انا باقا عاقله عليها، ما كناش كنعرفوا حتى بعضياتنا والو. قلت له بغيتك توقف مع اي شاب من اصول اجنبيه تقول ان الناس خصهم يمشيوا ويصوتوا، ماشي عليا انا، ما تهدرش عليا انا، هدر على كل واحد عنده اصل اجنبي غير يكون عنده سميه مفشكله صوتوا عليه بغض النظر. علاش؟ اول حاجه انا ما كنسكنش في ميلانو، انا بعيده على ميلانو ب 25 كيلومتر، وقبلت وبغيت انني نترشح في ميلانو. علاش؟ لان ما كانش كنت رشحت في مدينتي اللي هي فيها 90,000 70,000 مواطن غادي نقدر ننجح، لان كيعرفوني كيعرفوا شكون سناء، عندها مكتب، عندها كتعاون مهاجرين، يعني عادي ممكن تكون سهله. ميلانو ما كيعرفني حتى واحد، ولكن كان الصدى غادي يكون كبر باش مغربيه من اصل بالجعدي تمشي الميلانو كمدينة اللي هي أول مدينة فاسامي التيرمينو، وخا روما هي لا كابيتال ما ميلانو هي بي امبورتانتي. هضرات عليا الصحف المغربية أكثر من الصحف الإيطالية. كنظن أننا حنا كنساهموا في الاقتصاد، كنساهموا في المشاكل الاجتماعية، عندنا كنساهموا في أي حاجة هنا في هذه البلاد، لا هنا لا في المغرب. باقي التقنين والتشريع، السياسه بحال ربي ما عطيناش، ما بغاش يسهل علينا. حنا كناخذوا هذيك الجنسيات غير باش نوريهم في المطارات وندوزوا من الجهه ديال توتي، ماشي توتي باسابورتي، كاين لي واه خاصنا نبانوا بها حنا راه دايزين مع الناس الحمرين ماشي مع الخضرين. نو، هذاك الباسبور، هذيك الجنسيه
كتعطيك واحد الحق اللي هو أهم حق، تصويت، تعبر على راسك. وانت كتبغي أن الدولة ديالك المغرب تدير اتفاقيات بيلاترالة مع الطاليان كيشكيو. البارح أنا سمعت في واحد المؤتمر الناس كتشكيو كتقول علاش حنا ما عندناش ضمان اجتماعي، وعلاش حنا بالتسرى سانيتاريا ما نقدرش نداو حتى في المغرب. راه ماشي المغرب اللي خصو يدير لك هذا الشيء، راه كيكونوا ليجان شنو لجنات كيوقفوا مع بعض كيهضروا مع بعضياتهم. يعني سي بيزونيا فار اون كونفنسيون، لا كونفنسيون اترا اي دو بايزي. راه ماشي المغرب غادي يجي ويقول لك اون كونفنسيون، راه حتى من هنا خاص يكون شي حد اللي يهضر على ديك لا كونفنسيون. والا ما صيفطناش اللي يهضر علينا في البلايص اللي كيهمو. امتى بغيتي ديروا هاد لي كونفنسيوني؟ كنخدموا 40 عام ولا ما خديناش الجنسيه ما عمرنا ما غناخذوا التقاعد في بلادنا. خاصنا نجلسوا هنا، ما بقيناش كنشريو الديور في المغرب ولا انا كنشريوهم هنا، لان الا بغينا التقاعد ديالنا خاصنا نجلسوا ناخذوه هنا. كاينين بزاف ديال الحوايج ما يديروا، ولكن خاصنا نبداو منا حنا الاولين. يعني حاولوا نلقاو دي ريبريزنتانتي اللي كيها، وماشي ماشي بحال المغرب صوت على هذا محتاج كنعرفو حتى شو ولد عم بنت خالتي. لا، شوف هذاك اللي ديجا واقف معاك خدام معاك ودفعو، انت قولها له، انت قول له مادام انت واقف معايا عادي في الايامات العاديه، نهار يكونوا انتخابات انا اللي نقولها لك كمواطن، نقول لك خويا بغيتك انت مي دي فيتو ريبريزونتاري ترشح بركي تي فوليو كي بارلي برما، بغيتك تهضر على قبلي تكون انت الصوت ديالي. حنا خصنا نشجعوا وليداتنا انهم يوصلوا لمراكز التشريع، مراكز التقنين. ما خصناش نبقاو راقدين كنتسناو. ملي كيوصل شي واحد للبرلمان ما خصوش يجلس بحاله بحال الاخرين في هذاك الكرسي ويتفرج فينا ولا يقول وصافي دابا انا وصلت، خليني مي ديفو غوستاري كوستي 5 anni، خليني ندير البرلمان. لا لي دوبيامو رومبري لي سكاتو، اللي خاصنا نمشيو ونهضروا معاه ونوقفوا عليه ونقولوا ليه فلان ها مشاكلنا، بداو من هنا باش يوصلوا له. نعم، شكرا شكرا استاذه. وهذه نقطه مهمه، لان هذه نقطه مهمه لان حال الوقت، لان اغلبيه الجمعيات المغربيه تيهضروا على الوطن، تيهضروا على المغرب، حقوق المغرب. راه خصنا نهضروا على الحقوق ديالنا في هذا البلاد، لان كما قلتي هاد الناس اللي كاينين هنا منين غادي نوصلوا على الاقل لمصدر القرار، راه هما غادي يوليو يهضروا علينا مع يعني الجهات المختصه ديال الوطن ديالنا. راه حنا خصنا حال الوقت اللي نبداو نهضروا حتى على الاندماج ديالنا هنا والحقوق ديالنا هنا، ونطالبوا بان على الاقل باش نحققوا داكشي اللي بغينا. حنا دابا اغلبيه الجمعيات تيهضروا على المغرب، بغينا هادي بغينا، ولكن الابناء ديالنا ما فاهمينش حنا اشنو بغينا نوصلوا. هذا هو مشكل. نعطي الكلمه للاستاذ ديالنا يعني ضيف الشرف ديال هذا اللقاء هذا، يعني كلمه ديالك تفضل، ومع تنعرفوك بانك عندك واحد معرفه وتوجه يعني عارف بالمشاكل ديال ايطاليا والتخبط ديالها. تفضل، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فعلا سي مصطفى، أنا قريب بزاف لإيطاليا، أنا كنعيش في سويسرا الإيطالية، وكنتبع يعني القنوات الإيطالية، وكنشوف المشاكل، وكنشوف وكنمشي للكومون، نمشي للفاريزي، نمشي للميلانو. فباش نديرو إحاطة على العمل الجمعوي، العمل الجمعوي في إطار ما بين المغاربة، يعني حنا تنقصدو اليوم كنهضروا على العمل الجمعوي تاع المغاربة. فالعمل الجمعوي تاع المغاربة كيحمل واحد الرواسب كثيرة اللي فيها التحامل، فيها الحقد، فيها العناد، فيها بزاف د الحوايج اللي ما حاولناش نتخلصوا منها، ما تعلمنا والو من بلدان الإضافة اللي حنا فيها. وحتى ديننا الإسلامي راه ما كيحثش على هذا الشيء اللي حنايا حاملينه معنا كرواسب، لان ما خدينا من المجتمعات اللي حنا فيها، ولا الاصول ديالنا والينابع ديال الدين ديالنا الحنيف اللي هو الاسلام. فبالتالي كنشوفوا باش نناقشوا ما هو العمل الجمعوي من ناحيه الموضوعيه والناحيه الذاتيه، كنشوفوا باللي
لما الإخوان كيقدموا على عمل جمعوي على تأسيس جمعية، أولا غياب الأفق، ما كيكونش الأفق، كتكون محدودية، راه غيخدموا وغيحصلوا على شي حاجة وانتهى الأمر، بحيلا غيشدوا العربون وخصهم الخلاص من بعد. فراه ماشي هذا هو العمل الجمعوي. العمل الجمعوي عمل ماراثوني، التحمل والقدرة على العطاء والاستمرارية وتزويد العمل الجمعية بالطاقات الشابة، يعني دائما تطعيم، يكون تطعيم. حنايا كنشوفوا جمعيات الرئيس كيدير الملف تحت الإبطة ديالو، كيتنقل السفارات ويتنقل القنصليات، والجمعية ديالي كيقول الجمعية ديالي، كيقولها هكا صراحة، جمعيتي أنا، يعني سي ما بخيو لم يابروبريتا كومي سي ديتشين إيطاليان. فبالتالي راه ماشي هذا هو العمل الجمعوي. حنا هذا الفهم سي العمل الجمعوي. وكذلك منين كيكون شي عمل ما كيجيش ينتقدك انسان جمعوي، كينتقدوك عامه الناس اللي ما كيكونوش لا منخرطين معك ولا كيساهموا معك ولا كيعطوا معك ولا اسوا معك ولا داروا معك. فحيلا جمعهم هذوك الناس راه شي جهه صيفطاهم باش يوقفوا لك في الطريق بالمرصاد ويسبوك ويديروا لك. وهذا الشيء اللي كنشوفوه في العالم الافتراضي في العالم التواصل الاجتماعي، كنشوفوه في الفيسبوك ونشوفوه في هذا، لا علاقه له بالعمل الجماعي. العمل الجماعي خص تكون الفكره تقارع الفكره، جمعيه تنافس الجمعيه والعطاء، يعني العمل هو اللي غيكون المحك والمقياس والمعيار ديال التقييم ديال الجمعيه. راه الجمعيه ما يمكنش ان يحكم عليها بالنوايا سيئة أو لا الحكم على النوايا، لا، العمل. وبالتالي حتى الأفاق، لأن ملي كتكون الأفاق هاد السنة سنشتغل على الموضوع كذا كذا، السنة القادمة سنشتغل على موضوع مخالف، ولكن دائما ترابط في إطار المواضيع الأول والثاني وهكذا التسلسل. وبالتالي إحنا يا إلا كنا كنديروا العمل الجمعوي راه غنديروه من أجل شيئين اثنين: الهوية ديالنا من أجل أن تستقيم وتستمر، باش ندوجو المشعل لولادنا، لأن كنديرو الجسور بيننا في البلد ديال الإضافة والبلد ديالنا اللي هناك. والحقيقة أنه البلد ديالنا اللي هناك راه جايبينه في الأحشاء ديالنا وفي الأعماق ديالنا، راه ماشي هو هذاك اللي بقى تحت. عندنا بلد ديالنا النقاء والصفاء في صدورنا وذواكرنا، ولكن في الواقع راه ماشي هو هذاك. نحتفظوا عليه جميل في صدورنا وذواكرنا باش نمروه لوليداتنا، باش ما ندوزوش الطاقه السلبيه لوليداتنا، باش ما يكونش حتى ولادنا حاكمين على بلادنا كيما حنا كنحكموا عليها. اذا هذا من جهه. من جهه ثانيه الذاتي كذلك هو انه هاد الناس هادو منين كيتجمعوا باش يديروا جمعيه خص تكون بعدا تكون تعارف، يكونوا متعارفين مزيان، يعرفوا بعضياتهم. كيما قلت قال واحد مجموعه ديال الاخوان جلسه شاي، يعني راه خصنا نعرفوا بعضياتنا ونعرفوا ما لنا وما علينا الحقوق والواجبات، ونعرف ونستعرفوا بعضياتنا. لان غالبا راه ما تيكونش تيكون رئيس جمعيه انسان دون مستوى على باقي الاعضاء، وبالتالي الاحساس ديالو انه يختلف عليهم في المردوديه راه ما كتمشيش الجمعيه مزيان. وهذا يجب ان نسجله بحبر اسود، يعني كذلك من المسائل الاخرى، احنا ريحتنا عاطيه فين ما مشينا، لا البلدان الاضافه ولا التمثيليه تاع بلادنا. تمشي للقنصليه تتلقى المشكل ما بين هذه الجمعيه والجمعيه الفلانيه، ما بين فلان وفلان وغير. حنا علاش كنجيو كنلقاو مغربي مزيان مع لبناني، مزيان مع فلسطيني، مزيان مع ليبي، مزيان مع سوداني، مزيان مع جميع الاجناس، الا مع بني جلدته ما مزيانش. علاش عباد الله؟ انا نكون مزيان مع ولد بلادي اولا ومن ثم انطلق. شكرا. تفضل. فاذا باش الى عرفنا كاع هاد المسائل هذه راه كتكون عندنا احاطه بالاعاقات ديال العمل الجمعوي. العمل الجمعوي غالبا ما يمكنش حصره غير في الكفاءه وفي الاداء وفي هذا، لا، كاينين الايواليات، كاين حوايج بسيطه
ممكن أن تعيق العمل الجمعوي حتى العمل السيكولوجي. مثلا حنايا أغلبيتنا عندنا جوازات ديال بلدان الإقامة، ما بقيناش كنفكروا في الناس اللي ما عندهاش حالنا الوضعية، اللي كيتسناو بيرميسو ديال 6 شهور ولا ديال عام ولا ديال عامين ولا ديال هادي، وكيتعرضوا للحيف وكيتعرضوا للمسائل. وهذا حنا الآن عندنا القدرة أننا نطرقوا لهذه القضايا هذه. علاش؟ لأن أصبحنا مواطنين. شحال هذه ما يمكنش تمشي الكويستوري يشدوا معك العكس ما يعطوكش البيرميسو. دابا لا، ما يشدوش معك العكس وما يعطوكش الباسبور، راه انت في دولة تحقق القانون. إذن انت ما يمكنش يشتغل معك واحد وهو عنده مشاكل وما حلهاش الرسو وغيجي حل مشاكل تاع الجاليه. راه ماشي كنطعن، لان هذه الاحاطه. نعم نعم، واقع هذا. انت تكون مخرب دارك وولادك مترشين كي يعطوهم النصارى ياكلوا، ومراتك ما نعرفينها هي، وانت جاي تقول لنا غنخدم الجاليه. قد بيتك يجب تأثيث البيت اولا. نعم. وقد مسائل ديالك، ومن بعد عاد تعطي البلاد. نعم. البلاد ما زربانش باش تاخذ منك. انت منين تعطي راسك راه انت اصبحت مشيع، الاشاعه ديالك سيشيع، انت تعطي الضوء. ومن ثم واحد لواحد واحد غنوليو حنا كلنا مغاربه كنعطيو. نعم. صوره طيبه وحسنه على بلادنا وعلى انفسنا. نعم. فكثير ما يتقال. شكرا، غادي نرجعوا لك ان شاء الله. وكما قلتي يعني الفاعل الجمعوي خص يكون المثل وعبره يعني للمجتمع المدني او الجمعيات باش الانسان. نعم. نعم. ولا سمحتي لي سي مصطفى بايجاز، كاين كذلك بعض الجمعيات هي جمعيات عائله. ما يمكنش انت داير، واش انت داير جمعيه ديال الحومه ولا جمعيه ديال الدار؟ كثير جمعية ديال المدينة ولا ديال الدولة ولا ديال العالم. ما يمكنش تجيب غير العائلة وتحشيهم تما. فاحنا هنا تنجيبوا حوايج اللي كانت في المغرب في السبعينات والستينات ولينا كنديروها دابا. راه المغرب حتى هو راه تغير، ما بقاش المغرب ديال شحال هذا. شكرا سي استاذ عبد العالي. كيف تكلمنا حنايا على يعني هذا اللقاء ديالنا، ما بغيناش نتكلموا على السلبيات، بغينا نهضروا حتى على الايجابيات ديال العمل الجماعي ونكونوا يعني متفائلين، يعني باش ان شاء الله الامور تحسن ويعني تكون تنوير الراي العام ونزيدوا القدام بهذا العمل. هذا السؤال ديالنا اللي غادي يكون السي سفيان، من بعد غادي نرجع لك على حسب السؤال الثالث. السي محمد، تحديات كثيرة يواجهها العمل الجمعوي في إيطاليا، من بينها انعدام الثقة في العمل الجمعوي التطوعي للجمعيات وانقطاع حبل التواصل مع بينها وبين المجتمع المدني، فكيف يمكن للجمعيات كسب الثقة أفراد الجالية المغربية؟ يعني سؤال واضح، يعني كمجتمع مدني ما بقاش الثقة في العمل الجمعوي او الفاعلين الجمعويين، يعني لان حتى المشاكل اللي واقعه والصراعات والشيء اللي تنشوفوا حنا الساحه في ايطاليا، شيء تيضرب شيء تيخلي الافراد الجاليه ما تيديروش الثقه فينا حنايا كفاعلين جمعويين. وخا كاينين الناس تيخدموا هذه، ولكن اللي هضرتي معاه كاستطلاع الراي كلهم تيقول لك بان كل واحد يهضر على راسه. هذه واحد. تفضل السي محمد. السي محمد الحين انا غير غادي نرجع للتجربه، هو انه قديما كان الجمعيات عندها قاعده، القاعده هي اللي كتبنى عليها الجمعيات. هذا انعدام الثقه هو شكل من اشكال عدم نجاح الجمعيات، لان نتيجه حتميه. إلا كانت عندنا نتيجة كنتيجة حتمية اللي هي عدم وجود ثقة في الجمعيات، فالمسبب راه هو الجمعية. لأن الجمعية حتى التصور، حنا نرجعوا الأول، التصور الأساسي للجمعية راه كمشروع وليس كأفراد. ملي كنا كنهضر ما كنهضرش على راسي كفرد، أنا جزء مشارك داخل العملية الجمعوية.
الديناميه ديالي، الديناميه ديالي من خلال التجربه ديالي، من خلال الاكاديمي ديالي، الا كان عندي شي كاري اللي يعني تجربه اكاديميه من ناحيه الدراسيه وتجربه عمليه كنحطها داخل المشروع. دابا الانانيه، وصلنا لواحد الانانيه ذاتيه داخل الجمعيه، وهذا راه حتى تربيه، لان الجمعيه كانت تربي الافراد، تربي الاجيال، وتعلم وتكون وتدبر وتسير الى اخره. الان دور الجمعيات، لان هذا نقاش شتي الايجابي، هو ان هذا النقاش العمومي الحاصل الان على مستوى الجامعات والافراد والجمعيات، هذا في شكله يعطي تصور جديد ونفس جديد من خلال هذا النقاش هذا. اذا انا كنتمنى لو كان هناك تشبيه، لان لا تنقص التجربه، فعلا لا تنقص التجربه ولا تنقص الكفاءه، ولكن هناك تشتت في العمل الجمعوي. العمل الجمعوي متشتت، علاش؟ لانها نسبه عدم تقبل الاخر اللي كنهضروا، نسبه عدم تقبل الاخر، ونسبه عدم يعني حتى فتح نقاش مع الاخر في اطار جمعوي محض من منظور موضوعي وليس ذاتي، راه خلى واحد الاشكال مطروح للجميع. الان اللي ربما الرهان الاساسي اللي تمشي في الجمعيات هو التشبيك، لان علاقه التشبيك ما بين الجمعيات سيعطي يعني قوه في المسار الجمعوي للجاليه، وهذا المسار، لان هذا المسار الجمعوي له فضل على الاجيال القادمه. نحن نعيش الان للاجيال القادمه، ولسنا نعيش لانفسنا، نعيش لاطفالنا واطفالنا. يعني كل تجربه ايجابيه ينتجها العمل الجمعوي داخل مجموعه، داخل مجال ما، فهو ينعكس ايجابا على الجغرافيا وعلى الافراد وعلى المستقبل. حتى هذا النقاش فهو سينعكس وله تاثير. لذلك انا ارى انه يجب ان تكون اولا الوضوح والشفافيه في الرؤيه، نكون واضحين مع راسنا، يكون عندنا تصور واضح، تكون عندنا رؤيه مستقبليه واضحه، نتخلصوا من الانانيه، نخدموا بجديه، وداك الساعه نناقشوا شنو الاليات. انا كنناقش حتى الاليات التقنيه للاشتغال، فهي مهمه جدا. ربما الاخت من الناحيه السياسيه كتهضر، ولكن انا ارى على ان تاثير الفعل الجمعوي في المجال السياسي على الفاعل السياسي، وتأثير الفاعل السياسي، وهذا موضوع مهم، وتأثير الفاعل السياسي على المجال الجمعوي وعلى الأفراد، فهذا موضوع مهم، وهذا نقاش يجب أن يكون في إطار أكاديمي، في إطار أكاديمي وإطار جمعوي ما بين مختلف مشارب العمل الجمعوي. نحن لا نقلل من عمل الأفراد، راه يقدر يكون واحد داز غير نهار في العمل الجمعوي وتكون في ذاك النهار داز عنده تجربة كبيرة، ويقدر يكون واحد عنده 30 سنة وما يعطيكش بزاف. لذلك الحمولة العامة يجب أن تتقاسم مع القديم والجديد، لا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل الجاد. أولا كنهضروا على العمل الجاد، وكنهضروا على الإخلاص في العمل والنية في العمل، لأن من كنجي أنا بنية العمل لصالح الجماعة وليس لصالح نفسي، فأنا أقلل من خطورة أن الناس تفقد فيا الثقة. ثانيا تكتيف العمل من خلال أن الناس تقبلني، خصني ندير آلية. الجمعيات يجب أن تكون آلية، وهذا ترى دخلت في إطار الكوتشينغ الآن راه يعلمون ويدرسون ويفسرون للناس طرق التعامل مع المجتمع، لأن الخطاب الجمعوي، احنا غادي نرجعوا لواحد المسألة أساسية، ما دور الخطاب الجمعوي في التأثير على الأفراد وجلب يعني منخرطين جدد؟ هاد المنخرطين يجب عليهم، خصهم يكونوا اولا يعني فاهمين اولا اش كدير داك الجمعيه. كاين اللي ما فاهمش كدير كاع، ما عارف، كيقول لك انا ما كاينش بالجام، كيجيو بالجام كيديروا هادي، كيعاونوا الناس. لا، الممارسه الجمعويه راه عندها مستوى راقي جدا من الممارسه. نعم، راه خاصنا اولا نفسروا للناس اش كنديروا، ونحاولوا نقنعوهم، يعني طريقه الاقناع، طرق الاقناع والتواصل، وغنرجعوا لاليه التواصل مع المجتمع، راه مهمه في الخطاب الجمعوي
الا بغينا تكون عندنا وكما قال السي سعد الله يجب ان تكون رسائل بادوات وبلباقه. واظن ان الثقه ماشي فقدنا الثقه غير هناك خلل في الثقه. اما الناس رانا تلقى الناس اللي باغيه راه غادي تسميت يعني تقدر تكون جمعيه اسيمستابا كاين جمعيه تشتغل ولكن مختشمه لا تعرف كيف تسوق ما عندهاش الماركتينغ ما كتعرفش تسوق العمل ديالها يعني كتشتغل في الظل وكتخدم وكتنتج وكدير وكاين جمعيات يعني عندها كيقول لك كيقول المقدوني كيقول اعطيني واحد مفوه اعطيني واحد مفوه اكثر من 1000 محارب يعني واحد مفوه عنده خطاب وعنده طريقه ديال الكلام وينمق ويعرف كيف يصوغ خطابه يكون ابلغ يعني بليغا في الخطاب يكون اقوى من هذاك المحتشم الذي لا يصوغ خطابه الجمعي. شكرا شكرا استاذ شكرا استاذ غادي نرجع لك ان شاء الله والنقاط كلها اللي تكلمتي عليها وهو خصنا تكوين يعني ضروري من تكوين ودورات باش على الاقل هاد الناس ديال الجمعيات يفهموا شنو هو العمل الجمعوي وكيفاش وهذا هو اللي ناقصنا تيبان ليا. الاستاذ السي الوزنة عبد الكبير غني على التعريف رجل مناضل يعني اشنو رايك واخا تحدثنا مؤخرا اشنو رايك كلمه لك سي اشنو رايك في العمل الجمعوي تفضل الميكروفون سي عبد الكبير يعني كما قلنا عدم الثقه ديال المجتمع المدني في الجمعيه تفضل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الوزن عبد الكبير من بادوا. اولا وقبل كل شيء كنشكر اخ مصطفى على هذه المبادره اللي يعني كيحاول ما امكن يوصل بعض الامور اللي غامضه على الجاليه يعني الجاليه المسلمه او الجاليه المغربيه على الخصوص اللي احنا يعني واحدين من الناس اللي بغينا نخدموا هذه الجاليه. فولله الحمد يعني المواضيع طرقت لها كلكم معايا اساتذه معايا دكاتره يعني يستحيل انني نقول شي حاجه قدامكم يعني صراحه انكم نورتوا كاع داكشي اللي غاب علينا يعني سمعناه دابا. يعني العمل الاجتماعي او العمل الجمعوي يعني جاء من الاجتماع يعني كثير من الناس ما فهميش ما معنى العمل الجمعوي يعني كيمشيو كياخذوا كما قال بعض الاخوه انهم كيديروا ياخذوا واحد الهدف يخدموا على هذاك الهدف وصافي يعني كعائلات او ك يعني اولاد 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 قصر او اولاد واحد الحومه كياخذوا واحد الهدف وكيخدموا عليه صافي يعني وكتبقى. لكن العمل الجمعوي حاجه اخرى. عمل جمعوي يعني ذكر الله سبحانه وتعالى وفي من ناحيه الاسلام يعني حتى عليه اننا يعني نبادروا بهذا سميتو يعني باش نديروا العمل التطوعي ومن تطوع لله فهو خير لله يعني هذه اعمال تطوعيه. لكن هذه الاعمال التطوعيه خاصها تكون ملاصقه مع اللي قالوها الاخوان يعني اننا نديروا الاهداف القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى. الأكثرية يعني كيدير كما قلنا في الأول كيدير غير الهدف الأول يعني غير مثلا يحفروا بير أو يديو الطاقة الشمسية لبلادهم أو يديو شي حاجة ويبنيو مسجد هذا تفيني. لكن العمل الجمعوي حاجة أخرى أنه خاصو يعني لا بد الواحد يعرف ماله وما عليه يعني وخاصة لا بد من التكوين كما قالوا الإخوان التكوين ديال العمل الجمعوي. إذا ما كانش التكوين ديال أو الأهداف لاش أنت بغيتي دير العمل الجمعوي ما عمرك تحقق الأمل ما تحقق الراسك وما تحققش لا هذوك الأتباع ديالك أو منخرطين.
فلهذا يعني لا بد أي واحد بغى يدخل في هذا الميدان هذا يكون ملم بماله ومعاليه في هذه الأعمال التطوعية. فعلا يعني طرحوا عاوتاني الإخوان على قضية العلاقة ما بين الأعمال الجمعوية والأعمال السياسية. هذه ولادنا ولاد المغاربة وخاصة المغاربة ما غاديش يفهموها وما غاديش يديروها، يعني حتى تحاول ما أمكن تفهمهم. يعني إحنا علاش إحنا هنا؟ إحنا هنا بأننا خصنا نخارطوا مع هاد الدولة هذه اللي إحنا جزء منها، جزء لا يتجزأ منها. إحنا مسلمين ولكن إيطاليين أو مسلمين وفرنساويين أو مسلمين وبلجيكيين. فلهذا يعني واحد خصو يحط راسه اش شكون هو وشنو بغى يدير في هذيك الدوله. خصنا مادام حنا عارفين راسنا اننا مسلمين فاحنا جينا باش نخدموا الاهداف ديالنا. احنا دابا كتخبطوا في الامور ديال سميتو ديال باش نخرجوا لا روتريت كما قالت الاخت سناء، الاتفاقيات ما بين الدبلوماسيه ديالنا حنايا والدبلوماسيه ديالهم ومايا. هادشي كله حتى الجمعيه لحد الان وخاصه انا كنهضر على الايطاليين لحد الان ما توفقتش انها دير هاد الامور هذا او تخدم على الامور السياسيه. يعني مثلا سنه او انا كنت مثلا خديت هاد المبادره هاد العام انني ترشحت في بادولا، يعني كتعرف بانك عطيتي بزاف للجاليه ولكن النهار انت النهار قلتي لهم احنا غادي نبدلوا بركه عندنا من حفل شاي كما قالوا الاخوان وبركه من سميتو وبركه من اراء عندنا مواضيع اخرى اللي خصنا نخدموا عليها اللي خصنا نحققوها. احنا دابا مشينا خدمنا 5 سنين في المغرب ووصلنا 60 عام كل شيء اللي مش راه خصنا هذا الشيء نحركوه. الاهداف ديالنا خصها تكون طويله الافق ماشي او كبيره الافق ماشي غنشوفوا تحت رجلينا. خدينا الباسبور كما قالت واحد الاخت، خدينا الباسبور حنا كندوزوا في غاليريا ديال اسمه ديال اللي حاملين التشيطه ديال نانسا. لا ماشي هذاك هو الهدف. الهدف هو انك خديتي التشيطه ديال نانسا الا وخصك تجي تخدم على الامور اللي ما توصلناش ليها. يعني ما بدون ما تدخلش في الامور يعني ممكن نقول بغيت نقول واحد حاجه قوسين غادي نقولها غير سيناديف هذه فراسو ولكن جوستو. جمعيه اللي انا الرئيسه ديالها وسميتها جاسمين عندها 3 سنين تقريبا ديال العمر في مدينتي اللي هي لينيانو. جبت مقبرة فيها 100 بلاصة مربع إسلامي ديديكاتو لكي فولي بريديكاري ان كولتو ديفيرسو اللي هو الإسلام. بغيتي تدفن بريتو مسلمانو دافعنا وخدينا مربع إسلامي. في 3 سنين درنا بزاف ديال الأنشطة ونهار بغيتهم يمشيوا يصوتوا عليا أنا من دوك الناس اللي سمعت بودني قالوا نو هذيك ما نصوتوش عليها حيتاش ما دايرهاش الزيف ودرها عريان. انا صح نهار وغبلتي ونهار جبت المقبره كلهم كينوهوا ما شكرا والمجهود ديالك وهذا. حنا شعب منافق خصنا نقولوا هذه خصنا نعترفوا بها وخصنا نكونوا معترفين اصلا ان العرب اتفق العرب على ان لا يتفقوا مع عمرنا ما غنتفق. غير الواحد خصو يدير واحد الهدف بعينيه ويبقى غادي نيشان وما يتلفتش من موراه لان القافله تسير والكلاب تنبح. خليهم ينبحوا والواحد يشد الهدف ديالو ويوصل ليه ما يتلفت الله تيبقى واحد الدقيقه على الوصله عاد باش يدور بحال العدو بحال ملي كيديروا الاولمبيه دي عاد يتلف شحال باش يشوف شحال باقي بعاد. هذا علاش خصو يتلفت صافي. سمحوني اختي سناء على الغيره ديالك وحنايا هذا المنبر هذا دايرينو باش نوروا الراي العام وننوروا ونبينوا حتى الناس اللي بحالك تيخدموا. انا الاخوان كلهم اللي معانا واللي استفدناهم من قبل كلهم كفاءات كلهم تيخدموا وعندهم مصداقيه
والحمد لله احنا ما غاديش نفقدوا الامل، دائما كاين الخير ان شاء الله، اللي ان شاء الله ضروري غادي يجي واحد النهار اللي غادي تشوف الجاليه المغربيه بخير، وهذا هو الامل ديالنا اللي باقي لحد الان احنا سهرانين فيه. الاخ سي الوزنه، انا غادي نرجع لك ان شاء الله، نعطي الكلمه باش باختصار نعطي الكلمه سي يونس لا كان معنا. مرحبا. بالنسبه لعدم الثقه، السؤال اللي طرحته باش نعطي الكلمه للدكتوره كذلك ونزيدوا للسؤال الاخر، لان باش ما نضيعوش وقت بزاف. بعجاله دقيقه لا غادي نرجع لك ان شاء الله، غادي نرجع لك لان تطرقتي للموضوع، انا غادي نقول غيكون في السؤال الثاني ونعطيك الكلمه ان شاء الله. تفضل سي يونس. مرحبا استاذ نظيف، بعجاله حتى يعني اترك الفرصه للاساتذه الكرام، ولا زال هناك محاور يعني للنقاش. الجمعيات المغربيه هنا في ايطاليا الان راه هي مطالبه بمواكبه التحولات التنمويه ديال العمل الجمعوي، واحد العقليه متطوره. راه كيف ما قال السي الوزنه اللي كنحييه من هذا المنبر، راه باش تنخرط، باش هذه الجمعيات تنخرط في الاصلاحات اللي كيشهدها المجتمع الايطالي، راه حنا اليوم في حاجه لواحد النخب محليه، واحد الكفاءات اللي هي قادره علاش على الابداع وعلى العمل الجاد والطموح والخلاق. لانه كيف ما قلت في البدايه ديال المداخله، راه ملي كنسمعوا حنا يعني اللفظ ديال الشاب، اول حاجه كتبادر للذهن ديالنا هي القوة والحيوية والابتكار والاندفاع والإبداع. راه العمل الجمعوي من بين الأهداف ديالو راه تغيير البنيات ديال الواقع ديال الواقع المعاش، وأيضا يعني إحداث واحد التغيير على 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 مستوى يعني الأشكال ديال التفكير. الإخوان الأخ ربما سيدي محمد شويطر اللي حتى هو كنحيي من هذا المنبر يعني، وشهد الله أنني استفدت من مداخلته الأكاديمية، تكلم على واحد المساله اللي هي الكوتشينغ اللي مساله راه ضروريه، راه خصنا نتجاوزوا هذيك النمطيه وهذيك العقليه التقليديه في 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 التدبير ديال 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 العمل ديال العمل المجتمعي او العمل ديال المجتمع المدني. حنا راه لا نبخس الجيل الاول، راه على راسنا الجيل الاول، جيل الرواد، راه هو اللي اسس دار واحد الارضيه، ولكن راه ضروري خاص يعني العمل على احداث واحد الهيئات ديال التشاور ديال العمومي بزاف ديال الامور. يعني كاين هاد الامور اللي يجب يعني خصنا نديروا داك السالتو دي كواليتا، ديك القفزه النوعيه، ما نبقاوش فقط اننا كيف ما قلت ربما ما عجبتش بعض المتداخلين الكلمه ديال حفلات الشاي. نعم اي نعم، حفلات الشاي راه مزيانه وهي الأساس، ولكن يجب أن نرتقي، يجب أن نطور أساليب الاشتغال. وأترك الفرصة للإخوان للإدلاء بدلوهم في هذه الأمور هذا، والانتقال للمحاور موالية إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال لموجه للدكتورة مونيا حول العدم ديال عدم الثقة ديال أفراد الجالية بالجمعيات، يعني تفضلي. مرحبا. اخي يونس، بغيت غير نقول اخي يونس انا راه ما كاينش شي لقاء يعني ما يمكنش نبركو فيه على كاس ساعتي، راه ما يمكنش، راه ضروري كاع اللقاءات ضروري خاص يكون فيها كاس ساعتي، وانا معك واشاطرك طبعا، انا معك، انت كتعرفني وكتعرف هذا طبعا. انا من الاوائل اللي كنقول اننا خصنا اننا يعني الكاس تاعته يكون، لكن هو اللي كيجمعنا باش نناقشوا باش نرفعوا من المستوى ديالنا ان شاء الله. انا غنقول ان فعلا هناك جمعيات كتخدم ماشي ما كتخدمش، هناك جمعيات كتخدم، جمعيات كتخدم على الصعيد المحلي طبعا، لان انا اؤمن بهذا الشيء ان كل جمعيه خصها تخدم في المحيط ديالها. يعني يكفي اننا نقولوا لا خصني نبين وخصني اياه، لكن المحيط ديالك شي، لما بديتيش من المحيط ديالك راه ما عمرك ما توصل حتى انك تكون على الصعيد هذا، فتخدم في المحيط ديالك، هذا اول شيء. يعني خصك تخلق واحد المجال وتحسيس في المحيط ديالك.
هذه الجمعيات كتخدم، حنا كنعرفوا جمعيات كنعرفوها بانها كتخدم، ولكن ناقصه تاطير اعلامي، وهذا صحيح جدا. هذه مساله ذكرها الاستاذ شويتر، يعني خصنا واحد التاطير والتعليم، وخص واحد الوعي والوعي. وحنا الان نحن الان في يعني في مرحله، يعني احنا خارجين من واحد المرحله ديال كورونا اللي علمتنا عنا ان الاعلاميات الان اصبحت يعني واحد كتاخذ واحد المرتبه قويه جدا. يعني العمل ديالنا الجمعوي خصو يكون غادي في نفس السياق، اشتغل وكنحقق يعني مطالب محليه، وكنحقق اشياء واعمال على الصعيد المحلي، ولكن كنبينها. علاش؟ مش فقط لانني كنبغي نبان، لا، لانني خصني نخلق التنافس، خصني نخلق تجارب، خص الاخرين يستافدوا من تجربتي وانا نستافد من تجربته، وخصني نخلق شبكات. جميل جدا يعني الشيء اللي قالوا الاستاذ شويطر، عجبتي، خصنا نخلقوا واحد الشبكات ما بيناتنا اللي فيها اننا نتبادلوا التجارب الايجابيه، لان كل محيط هو مختلف. لاش يعني يمكن نديرها انا في مدينتي في بارما على حسب احتياجات في مدينتي، ربما ماشي هي الاشياء اللي غديرها الاخت سناء على حسب الاحتياجات ديال المنطقه ديالها. اذا التبادل كيعطي فكره وكيدعم العمل الجمعوي طبعا وكيرتقي به. اذا انا كنقول باننا الان اصبحنا الناس اللي هي كتشتغل. الاخت سناء قالت انا درت اشياء يعني ودرت ما خادتش الحصه ديالها يعني في هذا. انا نقول لك حنا في هنا في بارما، انا من بين الجمعيات لاول جمعيه مغربيه نسائيه دارت اتفاقيه مع سجن بارما وما خادتش الحق ديالها في هذا الشيء. وانا لا اقولها لانني افتخر، اقولها لان حنا درناها. إيه فعلا، فهي في الرصيد ديالنا، كتبقى في الرصيد ديالنا حنايا كعمل جمعوي. ولكن انا كنلوم نفسي يعني كفاعله جمعويه، كنقول بان انت تحتاجين للتاطير لانك خاصك تبيني هذا العمل الجمعوي. وهنا فين غنرجع النقطه الايجابيه اللي يذكرها الاستاذ وغادي نعاود نسطر عليها، وهو النقد البناء الداخلي داخل الجمعيه. كل جمعيه خاصها تحط اهداف سنويه، كنحطها نحط ثلاثه نحط اربعه على حسب المستوى ديال الجمعيه ديالي. في اخر السنه راه خاص يكون عندي واحد يعني واحد النقد ديالي، نقول هذيك الاهداف واش كلها توصلت لها، واش حققت فقط هدف واحد او اثنين. اذا راني حاط الثالث والرابع غنخدم عليه السنه المقبله. هناك جمعيات ما شاء الله عليها اللي عندها مستوى ديالها ممكن تحط اهداف على مدى سنتين او ثلاث سنوات، فهناك فقط يعني جمعيات اللي ممكن تحط الهدف السنوي. اذا النقد البناء داخل الجمعيه ديالي هذا راه كيخليني انا كجمعيه كنتقوى وكنحاول نزيد، وكيعطيني ناخذ خبره حتى على الجمعيه ديالي، واش هي غاده مزيان ونعيد النظر فيها او لا هي راها ما غاداش مزيان. يعني راه خصها واحد الاعاده في بعض الاشياء. هذه من جهه. من جهه اخرى تكلمت عن الشفافيه، وهذه صراحه يعني شوف انا شفت بعض تجارب الناس اللي هي خدت تجربه داخل جمعيات ايطاليا وربما تعلمت بعض الاشياء، لكن الناس اللي ما خاضتش شويه تجربات داخل يعني طبعا جمعيات ايطاليا مؤطره باش نقول لك، او جمعيات مغربيه مؤطره، ربما حنا راه ما يمكنش نقولوا بان العمل الجمعوي تعلمنا غير هنايا، راه هناك جاليه مغربيه اللي جات حامله معها العمل الجمعوي من بلدكم وكانت مؤطره. اذا خصنا حنا اليوم فينا هي الجمعيه؟ قليله اللي كنشوفوا ان جمعيه كتعقد الجمع العام وتنشره وتقول انعقده يعني كنعقده في اليوم فلان وفلان في اليوم فلاني مفتوح لكاع المنخرطين يجيو يشوفوا. هذه من جهه. من جهه ديال الميزانيه السنويه، اسمح لي سيدي، يعني الميزانيه السنويه شكون هذا اليوم اللي كيورينا الميزانيه السنويه ديالو ديال الجمعيه ديالو؟ كيحطها في الاجنسيه ديال الانترنت لانه مطالب بها لما كيحب انه يتسجل، لكن خصنا نعرف الميزانيه السنويه. اذا اليوم نحن نحتاج ان نرقى يعني بهذه الاشياء، خاصة يعني المجتمع المدني كيطلب منا باش اعاده يعني غير ترسيخ هذيك الثقه في العمل الجمعوي. وشكرا. شكرا استاذه. انا عاد نعطي السؤال دابا للسي سوفيا لانه غادي يغادرنا يعني من هنا واحد شويه. شكرا ليه على الحضور ديالو. سؤال انا يعني بالنسبه للشباب، قالك يعرف العمل الجمعوي عزوف الشباب في الانخراط في العمل التطوعي، ألا ترون أنه يتواجب الاهتمام بهذه الفئة وتشجيعها ماديا ومعنويا
وقانونيا من أجل الفرصة لتفعيل قدراتهم المغربية، لأن الشباب هو العجلة التي ستدفع بالعمل الجمعوي للأمام والدفاع عن مقدساتنا الوطنية. وحنا تنعرفوا بأن الشباب كاينين بعض المجموعات اللي يعني محتاجين يعني للدعم المعنوي والمادي، ولكن تلقى وما كاينش هذا الشيء، ما تنشوفوش على ارض الواقع اللي تتخليهم. والصراعات اللي كاينه دابا حاليا تيشوفوا يعني بعض الجمعيات الصراعات بعضياتهم تيخليهم يمشيوا يعني توجهات وحدين اخرين، وتيفقدوا يعني الامال في الجمعيات المغربيه. تفضل سي سفيان. إذا فيما يخص هذه النقطة، أنا السؤال اللي كنطرحه هو شحال من فاعل جمعوي عنده جمعية حاول أنه يجر الشباب للجمعية ديالو؟ يعني هذا هو السؤال اللي خاص يتطرح، لأنه الشباب كيف ما قال واحد الأخ قبلي، ملي كتقول الشباب كتقول الطاقة، كتقول فوليا دي فار، يعني الدري باغي يدير، باغي ينخرط، باغي يدير شي حاجة في الشباب ديالو، يقول أنا راه دخلت في واحد الجمعية، أنا راه كنقوم بواحد العمل، أنا راني نافع للمجتمع اللي كندير. بحكم التجربه ديالي في الشباب مسلمي ايطاليا، بعض المناطق ما غادي نعممش، اذا بغيت تنظم واحد اللقاء ولا واحد يعني غادي تلاقوا فيه الشباب غيقوموا بواحد العمل جمعوي، كيكون يعني الرفض ديال واحد الجمعيه ولا ديال واحد المسجد انه يعطيك السباس غير المقر غادي تجمع فيه على البرد باش يعني دير واحد مبادره، دير بواحد الانشطه. يعني واحد اللي كيرفض انه يعطي واحد المكان لشباب باش يقوموا باللقاء ديالهم، في نظرك غادي يقوم بجلب الشباب الى الجمعيه ديالو؟ يعني كنتكلموا على ربما ما كاينش ثقه نهائيا في الشباب، او انه كاين واحد استهتار بالقدره ديال الشباب، يعني ربما كيقول ما كيخربقوا ولا ما عندهم باش ينفعوا، ولذلك ما كاينش الجلب ديالهم. الاخ اللي قبل مني كان قال كذلك كلمه ديال تشبيك، وانا كنسمع التشبيب، وربما التشبيب خاص في الجمعيات، ما خاصش يبقى يعني غير راس الناس ديال الكونفي. انا هذا الشيء لاحظته، ولكن للاسف في جمعيات اللي هي مثلا واخدينها مواطنين ماشي مغاربه، عرب ولكن ماشي مغاربه، كتلقى مشارق وكيقوموا بعمليه ديال التشبيب بواحد الطريقه كبيره بزاف. كتلقى السيد اللي عنده 60 سنه وكيجرك عنده، وانت باقي عندك غير 25 24 ويضرب لك على كتافه، وهذو راه هما بلا شباب الغد، وراه غادي هما اللي غيسيروا المجتمع، وكتفتخر انت كانك واحد الشاب يلاه باقي صغير، وهذا السيد تيقفك واخا ما مدخلكش في الديريكتيف ولا، ولكن جارك لعنده وكيحاول انه يقنعك بالاعمال اللي تيقوم بها، ومن تيكون شي يعني شي انشطه ولا شي حاجه. وعلى ذيك الانشطه نهار السبت الماضي ماشي هذا ديال البارح، كانت يعني مسرحيه اللي تندرج يعني تحت العمل الجمعوي الثقافي، وما شاء الله يعني في الجمعيه ديال جاسمين ديال الاخت سناء، يعني الاغلبيه ديال الناس اللي كانوا كينظموا اللي كانوا واقفين على ذاك العمل كلهم يعني شباب، يعني كلهم شابات اللي هما صغارات، كنتكلموا على السن ديال ربما 17 16 حتى 26 28، ولذلك الى تعطاتهم فرصه يقدروا ينظموا لك واحد المسرحيه ويقوموا بالاعمال ديالو التنظيم ديالها الدخول والخروج، ويقوموا باشياء اخرى، ولا تعطاتهم فرصه كذلك راه يقدروا يقوموا باشياء اخرى اكثر من التنظيم ديال واحد المسرحيه، راه تقدر توكلهم واحد العمل اللي هو كبير ويصدموك الشباب، لانه عندهم واحد الفولي، عندهم واحد باغين يبينوا باغين يبرهنوا، ولذلك خاص غير هاد الشباب هما يدخلوا يعني يتم الادماج ديالهم في العمل الجمعوي. راه ماشي زعما كاين ما كاينش، وكاينين جمعيات ديال الشباب بحال ديال جيمي اللي هي شباب مسلمي ايطاليا، اللي قدروا يوصلوا يعني المناصب العليا ديال الدوله في الاجتماعات، وهما غير شباب، يعني الاكبر فيهم عنده 30 عام. نعم نعم. إن فوا كتوصل 30 عام خاصك تخرج من ماشي خاصك تخرج، ولكن كتولي يعني كبير على 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 على, على الدراري اللي كاينين تما والشباب اللي كاين. وحاجه اخيره هو فيما يخص يعني التنسيق اللي واخا يعني لا يتعلق بالشباب، ولكن راه حتى هو عنده موضوع بالشباب. راه ملي تنشوفوا حنا انا كشاب كنشوف في المدينه ديالي كاينين ثلاثه المساجد ديال المواطنين المغاربه وما مفاهمينش مع بعضياتهم، وكاينه بين قوسين حرب، راه نهار العيد اللي خاصو يكون عيد فرح وعيد ديال كتقام ثلاثه المصلات، راه اشياء اللي كتخليك يعني كتقول او العمل الجمعوي، حنا كنقولوا عمل جمعوي اسلامي اللي خاص يكون يعني فيه
الاسلام وخاص يكون، فما بالك بهذاك العمل اللي هو غير اسلامي، اللي ربما هاد الناس هادو راه يعني كاين الاسلام وكاين الدين اللي متبتهم وكل شيء، وخاص يعني يكون واحد تنسيق وخاص يكون واحد تفاهم، وكتلقى لا المصلحه الشخصيه اكثر من المصلحه الجمعويه ويعني الاشياء اللي صراحه كتكسب على الشباب. هذا واقع ما يمكنش النكر ديالو، ملي كتشوف يعني الشاب كيشوف امامه واحد ديكور بهذه الطريقه، راه ما غيدخلش، غيقول لك انا ما اش غندخل ندير في من اين بلاصه غنمشي، هما ثلاثه ومغاربه ومسلمين والمساجد اللي هما احسن حاجه بالنسبه للشاب المسلم هنا في ايطاليا. غادي يقول لك حاجه اخرى هو فيما يخص يعني تكلمت عليه الاخت سناء والاخت الفاضله الاخرى اللي كانت معنا اللي عطات الكلمه قبلي، يعني التسويق العمل الجمعوي هو السؤال اللي خصك تطرح. ما عرفتش انا واش هذا الشيء نورمالمون انت في التسويق، يعني في العادي في التسويق كيقوم بواحد اللي كيبغي يفتح واحد الشركه ولا كيبغي يفتح واحد المشروع ولا شي حاجه، كيقدر يقوم بواحد العمليه ديال التسويق، يعرف الاراء ديال الناس والاحتياجات ديال السوق واشنو ناقص واحد الكومونيتا ولا واحد، حتى يعني الواحد يقوم بواحد الاراء اللي يعني يسول الجاليه في نظرك اشنو هو العمل الجمعوي. راه ربما الاجوبه ديال الجاليه المغربيه تصدم هاد الناس اللي كيقوموا بالعمل الجمعوي. راه ربما بزاف ديال الناس، انا كنت توصل باتصالات تقريبا اسبوعيه ما غنقولش يوميه، خويا سفيان راه كنقلب على كره في المدينه الفلانيه واش كتعرف شي جمعيه. والتساؤل اللي طرح في الذهن ديالي انا هذا الخبر كنت عطيه في نهار الجمعه، ودابا كنتفرج في الاخبار قبيله عطاوه ثاني ما نقولش شاب ولكن طفل قال بلا انه راه مغربي، وانا كنت سائل علاش حتى شي جمعيه ما قامت بمبادره تمشي تشوف الطفل شكون هو، وعلى الاقل واحد اللقاء بحضور السلطات المغربيه. كيف في مدينه ميلانو حاليا على ما اظن عنده 12 سنه شدوه ثلاثه المرات في خمس ايام رجال الشرطه على قبل السرقه ديال اشياء متعدده، سناسل مكانات باليزات، وعنده 12 سنه كنتكلموا على طفل مازال ربما يقدر يتعتقل. الا ما بانش العمل الجمعوي في هذا الشيء، يعني نوض واحد السيد شاف الخبر يمشي يتصل برجال الشرطه، فين هو هذا الوليد؟ بغيت نتكلم معاه، بغيت نعرف واش اصلا واش مغربي ولا بدون انه واش يكون مغربي ولا يعني على الاقل غير التدخل في هذه الحالات راه مهم جدا. وفيما يخص التسويق راه انا الباب مفتوح، راه اللي قام بشي بادره واللي قام بشي حاجه وبغي يعلنها للمواطن المغاربه، كنكرر يكون فيها دائما خير للمواطن واستفاده، راه مرحبا. يعني راه ماشي زعما كاين التسويق راه اللي قام بشي عمل ولا فتح شي مقبره ولا يعني كانت عنده يعني اتفاقيات مع السجون ولا كيقوم بزيارات، مرحبا. انا ما هذا الشيء ما دائما كنتكلم عليه وبدون ما انه الناس يعني تتكلم معايا ولا تجي، اما راه الكونتاكت ديالي قدروا تاخذوا من عند الاخ نظيف، وإلا كان عندكم شي عمل قمتوا به وشي انجاز مرحبا بكم، يعني راه التسويق غادي يكون على احسن طريقه ان شاء الله، ونتمنى انه نقدر نكون فات عير بشويه امام هاد الاساتذه الكبار اللي اكون لهم كل الاحترام. انا راه كيف ما قلت في الاول ما عنديش نهائيا تجارب مع العمل الجمعوي من غير يعني تجربه صغيره على المستوى المحلي، واشكركم كثيرا، استفدت منكم صراحه وشكرا جزيلا. شكرا سي سفيان، وكيف قلت في السابق بانك يعني من الشباب اللي تنفتخروا به يعني في الساحه الايطاليه. احنا كما تكلمتي على الشباب، والشباب احنا يعني ملي تنشوفوه يعني تلقى واحد التهميش، لان ملي تلقى يعني عدم الدعم المعنوي والمادي، كان تنعرف بعض المجموعه ديال الشباب باغي يديروا واحد بالمناسبه ديال الذكرى ديال المسيره الخضراء وما كاينش دعم يعني تم مسانده من ناحيه السلطات المغربيه، وهذا راه كارثه. يعني الشباب اللي تيخلص من جيبه وعنده واحد باغي يدير يعني يدير هذه المناسبه، وتتلقى يعني الدبلوماسيه المغربيه مع يعني ما عطياهمش وقت، ما مهتماش بهم، راه هادو يعني واش هادو غادي يزيدوا قدام باش يهضروا لنا على القضايا الوطنيه ويهضروا لنا على مشاكل ديال اللي تتخبط فيها الجاليه؟ راه مشكله، راه ضروري خص المسؤولين يا هاد الشباب هادو يكون عندهم واحد العلاقه واحد التواصل معاهم، دعم مادي ومعنوي وقانوني باش هاد الوليدات يزيدوا، لان راه ما يمكنش ليهم يزيدوا القدام، لان حتى هما يلاه تيقراو اغلبيه ديالهم تيقراو يلاه
لان ماشي بحالنا حنا تنحرقوا دمنا وتنتقاتلوا وتنقولوا ماشي مشكل، لان عندنا عاطفه بالوطن ديالنا. اما هاد الوليدات راه تزادوا هنا راه ما عارفين والو على المغرب، راه كاينين عداد اللي تيعطيهم واحد النقط سوداء على المغرب. ولهذا من هذا الموضوع اذا كان مسموح غير واحد التدخل اخير على هذا الشيء ديال السلطات المغربيه، واخا يعني شيء اللي هو سلبي. على ذكر هذا الشيء، راه في السنوات الماضيه اللي تقريبا كان على ما اتذكر في 2012 كان عندي موقع ديال بلادي بالو، راه كان الزيارات ديالو تقريبا حوالي مليون صفحه في الشهر تقريبا، ما شاء الله كانوا كثار بزاف. وكان يعني من بعد خلال بعض الاخوان قال لي اتصل بالسلطات المغربيه، السفاره ولا القنصليه، راه يقدر يكون شي دعم ماشي يعني باش نولي عندي خلصه ولا شي حاجه، ولكن على الاقل غير باش يعني تقدر شويه يعني تقوم حيت كان واحد العمل اللي هو كبير والحمد لله الامور كانت غادا مزيان. يعني فاش كان اتصال كيعاود كتصل بهم يعني بالسفاره ولا بالقنصليه، خصوصا بالسفاره كتصل اليوم تيقول لك عاود اتصل غدا، عاود اتصل غدا، صافي اتصل المره الاولى الثانيه الثالثه، يعني ما خداوش الشيء بجديه. نعم. في حين انه كتشوف بعض المشاريع الاخرى اللي ربما ديال الصحف الالكترونيه ولا بعض الصحف المجلات اللي كتطبع وكتخرج، واللي ربما ما يعني الاغلب ديال الجاليه المغربيه ما عندهاش عين بها، ويعني وتاخذ لكبير واحد القسط كبير من الميزانيات ديال، لانه صديقي هو فلان وفلان راه في مصالح فلان فلانيه نخرج لك واحد الميزانيه. في حين انه واحد اللي كان يعني مليون صفحه في الشهر راه بعض الصحف الايطاليه ما كتوصلهاش، اللي هي يعني محليه وريجيونال مثلا. ولذلك الدعم راه ما كاينش. نعم نعم، صرا في 2012 يعني دازت 10 سنين، الامنيه هو انه الاشياء تكون يعني تغيرات، واخا انا ما عمرني ما بقيت اتصلت من بعد، ولكن اجماليا نتمنى انه تكون يعني واحد اللي باغي يخدم القضيه الوطنيه راه يعني راه واجب على السلطات، راه واجب ماشي كنتكلموا على اوبسيونال، واجب على السلطات الدعم ديالو واخا غير لوجيستيكيا، واخا يعني عارف هذوك الناس تقول لهم واش عندكم مشكل في التنقل في الحضور، فاش باغا نتنقلوا شي حاجه، باغا نديروا شي خزانه، باغا ندير على الاقل هذا الشيء. على الاقل راه كنتكلموا على القضيه الوطنيه وخصوصا في ايطاليا. نعم. اللي هو واحد البلد ماشي غادي تقول يعني. نعم راه كاين اعداء كثار. شكرا سي سفيان، لان احنا ملي تنشوفوا، انا اعطي الكلمه سي عبد العالي، انا ملي تنشوفوا هاد الشباب هادو يعني كاين متي يعني تواصلنا، انا تواصلت مع واحد مسؤول في السفاره من هذا المبر، انا ما عندناش على شي حاجه علاش نخبيو، وهضرت ليه على المسؤوليه ديال الجميع ماشي حتى المسؤوليه ديالهم هما بالنسبه لهاد الشباب، لانهم يلاه في بدايه الطريق باش اش قال لي؟ قال لك هذه المسؤوليه ديالكم نتوما ك يعني مسؤوليه ديالكم نتوما كمجتمع مدني والوالدين وهذا، يعني هما يعني تيقول لك ماشي مسؤوليه ديالهم، وبان صاحب الجلاله دائما في الخطابات ديالهم في الخطاب ديالو الاخير تينوه بالعمل، بانه بالعمل ديال الشباب وبان بزاف الحوايج ديال الشباب، يعني تيوصي على الشباب باش هاد المسؤولين باش يدعموا الشباب هاد، ولكن على ارض الواقع تنشوفهم كاينه ما كاينش ديك التوصيه تضرب على عرض الحائط، ما كاينش حتى شي حاجه. ومن هاد يعني هاد المناسبه اللي كاينه دابا بقى لها واحد الشهر ما كاينش دعم، ما كاين حتى شي حاجه من هاد يعني، وكاين حتى غياب، يعني هنا تيلقى بان المشكل فين كاين، لان هاد الشباب راه ما غاديش يزيدوا يهضروا على هاد المناسبات ولا يهضروا على شي حاجه اللي تتعلق بالمغرب. ونعطيك الكلمه سي عبد العالي، تفضل. الميكروفون. الميكروفون سي عبد العالي. نعم تفضل. شكرا سي مصطفى، غير السؤال اللي كنت طرحتيه على غياب الثقه في الجمعيات، هذا كيدخل في عداد الماضي، لان الى جينا نهضروا على الحاضر والمستقبل حاجه اخرى. هو غير باش نديروا احاطه دائما بالموضوع، ان المشتغلين في الحق العمل في الحق الجمعوي ماشي كلهم، السواد الأعظم منهم يشتغلون من أجل الربح والريح، وكذلك القائمين على
على المسائل تاع العمل الجمعوي داخل السفارات والقنصليات، حتى هما عندهم النيه في الربح والريع. فالعمل الجمعوي اذا يمارس بالطريقه التي تمارس بها السياسه في البلاد ديالنا. حتى الناس اللي بغى الربح السريع في بلادنا كتمشي كتعطي الفلوس كترشح حتى تنجح، تيخصها تستمر باش تردوك الفلوس اللي عطات. المواطن تيضيع، ما تيكونش العطاء، ما تيعطيوش المنجزات، ما كيديروش مشاريع، ما كيديروش هذا. فهاد العقلية هذه خصنا نديرو معها قطيعة. حنا هنايا كيف ما كنعيشو في المجتمعات اللي كنعيشو فيها، السياسة والعمل الجمعوي يعني خطان متوازيان وعندهم أهداف واحدة وهي خدمة المجتمع، نكران الذات، التفاني في العطاء، وتذويب الذات ونكرانها، وكذلك الإيمان بالجماعة. ما كاينش الأنا، كاين لا كومونيتي. فإلا حنا غنمشيو في هذا الخط هذا غنديروا قطيعه مع داك الشيء اللي كاين اللي جا من البلاد تاع الرواسب. لان ما يمكنش انت الا ما عندك ما دير تمشي دير جمعيه باش تربح، وانت الا جيتي لهاد البلاد باش تخدم تربح فيها، راه الخدمه ديالك هي اللي غتربحك، ماشي العمل الجمعوي. العمل الجمعوي غديروا لهدفين، البلاد والولاد لا غير. هذا هو منتهى المجال اللي غتشتغل عليه. فاذا كما ذكر الاخ سفيان، انت الشباب كيلقاو دائما العزوف، وكيلقاو نكران تنكور، وكيلقاو الجحود من طرف الناس اللي خصها تقربهم. فإلى الدار داك الشيء اللي كنا كناديو به دائما، لان دائما انا ملي كنهضر على السفارات والقنصليات تنقول يجب توظيف وإشراك الشباب الأبناء ديالنا. علاش؟ لأنهم أبناء هذه البلد هذه، وكيعرفوها ويمشوا للتلفازة يعرفوا يدويوا، والعقلية نفس العقلية تاع هذه البلد هذه، لأن كبرين مع أولادهم وديرين مع أولادهم، ولكن راهما مسلمين. إذن ما يكونش عندهم مشكل في الإيديولوجيا ولا مشكل في الديماغوجيا ولا هذا، غيمشيو بنفس العقلية ديالهم وغيعرفوا كيفاش يجاوبوهم وكيفاش يديروا معهم وهذا، وبالتالي غنقربوهم أكثر يخدمونا إحنا. إن إحنا راه درنا داك الشيء اللي درنا، جبنا أولادنا ها هما كبروا ها هما ديروا، ولكن لا البلاد ديالنا كتعاون معنا باش تربط لنا الصلة بهم، ولا منين كيمشيو للبلاد، ولا هنا منين كيمشيو للقنصلية. راه شحال من ولد كيمشي للقنصليه كيرجع واحد اخر، ما يعني ما كيستحملش المعامله اللي كيلقاها في القنصليه، فما بالك انه يمشي طالب بدعم. لا، الدعم مفروض خص تعطيه، وما تعطيش الناس اللي صاحبك ولا هذا اللي دائما تيخلي لك واحد الهامش، تيخدم غير واحد الهامش وكيخلي لك واحد الهامش اللي كنت وليه هو. شكون كيضيع في هذا الشيء؟ كتضيع الجاليه، راه ملايير سنتيمات كتخرج من بلادنا من اجل العمل الجمعوي، ولكن راه ما كدارش العمل الجمعوي حقيقي. سعد العالي كدار العمل الجمعوي كيتوظف الاغراض والمعالجاتية. شحال دابا مشيتي للقنصليه؟ دخلتي دابا ملي ولاو الرونديفو ولا لا؟ الحمد لله ياك، نقولوا الحمد لله، ونقولوا نهضروا غير على داك الشيء اللي خايب، نقولوا شي حاجه حتى هي زوينه. لا، وشوف اختي، شوف احنا هنا دابا كنهضروا على العسوف، راه كنهضروا. لا اسمح لي، حتى حنا تطورنا شي شويه، ولات عندنا الرونديفو، كنمشيو معززين مكرمين، كنقضيو شغلنا في نص ساعه وكنخرجوا. لا ماشي، شوف انا الاداء ديال القنصليه والعمل ديالها والمنهجيه اللي خدامه بها، راه ماشي هذا هو الاشكال. الاشكال راه كنهضروا على الشباب والعزوف من العمل الجمعوي. علاش كاين؟ راه كننتقدوا ما هو ذاتي، راه منا حنا وكاين ناس اخرى، كاينه القنصليه وكاينه البلاد ديالنا لهيه، حتى هما ما كيتعاونوش معنا باش يكون عمل جمعوي هادف وجاد. راه العمل الجمعوي الا كان هادف وجاد راه غيفيد البلاد ويفيدنا حنا. راه ماشي هنايا حنايا باش نضربوا القنصليه ولا نديروا. لا بالعكس، ما قلتلكش كضرب القنصليه، ما بغيت نقول لك كاينين شي حوايج زوينين.
ممكن نقولوهم مره مره، ما يمكن لا واحد قديم نهضروا خايب 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 مره مره خصنا نقولوا ترى كان زوينه السلبيات راه ماشي. شوفي اختي شوفي كتهضر حتى على الدعم، انا ما عمري ما شفت القنصليه عطات الدعم، الدعم كيجي من وزاره الخارجيه. الا قدمتي واحد الطلب بهم عمرك خديتيه راه كياخذوه. شتي في ايطاليا الملايين الملايين ديال اليورو كتعطى سنويا الجمعيات وهميه ما كايناش كاع، ولكن هادشي كيجي من وزاره الخارجيه. راه القنصليه كتعطي. انا بغيت غير نسولك، انا ما عارفاش انت قافي في السفاره. انا غير بلاتي انا ما عارفاش كنسول فيك، كنظن هاد الفلوس هادو جايين من البلاد. القسم التقافي في السفاره غير بلاتي، بغيت غير نعرف. اسمح لي، الفلوس جايين من البلاد ياك ديال الدوله. شي واحد خصو ديفي داري كونتو، خصو يعطي واحد لو روند كونتو جوستو ياك. لمن الوزارات الخارجيه اي دونك. وانت دابا انت دابا فاش كتجي كنعطيك التمويل كدير واحد النشاط؟ انا ما عمري ما خديته، ما عمري غادي ناخذ. خليني انا غير بغيت نعرف. سعاد سعاد اختي سمعيني، انا القنصليه عطيتك باش غدير واحد النشاط، دير واحد العمل جمعوي في اطار العمل الجمعوي. درتي واحد النشاط، درتي واحد اللقاء، جمعتي فيه الاخوان، درتي الوركشوب الخلايا، كاين هنا الاطفال، هنا النساء، هنا الناس الكبار، هضرتي على ما هو ديني، ما هو ثقافي، ما هو هذا، المشاكل سرتيها، الناس وجبات شاي كلاو شربوا داروا الجمع، تفرق المجمع. واش من بعد في انتهاء السنه غدير الحساب الاداري واش كيتحاسب معك شي واحد بالسنتيمات شحال صرفتي وشحال درتي؟ عمرك درتي انت هاد الورشه؟ حنا درناه بفلوسنا، ما عمرنا طلبنا القنصليه. فوالا ما يمكنش نحكمه. لا اختي شوف، علاش ما نحكمش؟ راه كاين جمعيات كنعرفهم كيديروا هادشي. انا شوف انا معوده هكا، انا ما بقيتش. انا غنقول لك واحد الحاجه، انا كان يعني هذه القضيه كنامن بها، كل واحد داها في شغله وما بقاوش حاضين. فلان دا وفلان مشى وفلان دار وفلان قال، والله العظيم لا غادي نزيدوا لقدام. انا هادي متاكده منها. سمحي لي سمحي لي، لا يعطيك انا كنحكم راك فلان الا ما هضرناش عليه. انا كنحكم، انا كنحكم على ما اراه. كنهضر على اللي وقع ليا، ولكن انا كنهضر على الجمعيه. وخليني نكمل، خليني غير نكمل، غادي غير نكمل، خليني غير نكمل، خليني غير نكمل، خليني غير نكمل. واش تقدر انت تتحمل مسؤوليه انك كتقول فلان خدا الفلوس وما تحاسبوش معاه بالسنتيم؟ علاش غنبقاو هادرين على وحدين اخرين وحنا ما عارفينش لا فيريتا؟ استاذ سناء كنهضر بما ان المنطلقات سي عادي سي علي. نعم نعم اسمع هو استسمح، سمحوا لي انا خصني نخليكم. سمحوا لي هادشي ما كيهمنيش. علاش؟ لان لا بلاتي انا ما بغيتيش تسمعي الفكره ديالي. لا غنسمع الفكره ديالك. مرحبا. ايوا بلاتي تسناي. يلا كنهضروا على المسائل السلبيه واخا ما كعجبكش. غير ما نحكموش على شي حاجه حنا ما كنعرفوهاش. راه هي سبب الوزوز تاع الناس على العمل الجمعوي. راه خصنا نهضروا نوضعوا الصبع على الجرح. واخا اسمح لي، انا قلت لك ما تحكمش وما تهضرش على شي حاجه اللي انت ما عشتيهاش. قلت لك واش تحاسبوا معاك انت شخصيا؟ لا لي وانا اللي غنتحاسب. سي عبد العالي، سي عبد العالي، وأنا أستاذة أنا منين هدرت على الشباب الآن في أمس الحاجة للدعم المعنوي والمادي والقلب. سيناديف غادي يقدموا واحد البروجيكتو كيف ما كنديروه كاملين. كتسمعوني سي ناديف؟ ما كنسمعوكش مصطفى. ما كنسمعوش. كتسمعوني دابا سي؟ قلت لك الشباب. انا عملت الفكره، انا قلت لك هاد الشباب هادو، انا ملي هضرت على الشباب راه ماشي بحالنا حنا كجيل الاول. حنا راه تنضحيو بالمالنا وبكل شيء والتماره وكل شيء وبصحتنا وكل شيء. هاد الوليدات راه ما عندهمش ديك الفكره ديالنا حنا،
هاد الوليدات عندهم بيضه بيضه كحله كحله، اما غادي تسهر عليهم وتدعمهم، واما غادي نلقاوهم في واحد التوجه واحد اخر، وهذا اللي ما خصنا نهضروا عليه، لان اغلبيه ديال الشباب المغربي مشى لتوجهات واحده اخرى، مشى لهيئات اخرى، مشى لحركات اخرى، ولكن حنا ما هضرناش هاد المسؤولين غادي يوقفوا مع هاد الشباب ويعاونوهم ويساندوهم، راه ما يخلصوش من جيب، انت تضحي بلاتي هشام مصطفى الله يخليك اختي سعاد. لا انا سميتي سناء، تعلمي تصنتي لها تكسر. شوف انا سميتي سناء بعدا، انا سميتي سناء ديفيا بريندري اسكولتاري لي التري نو يا بريندري سولو لا توا ديفيا ديري سولو لا توا مي ديسوشو سي عبدالي تي ساي ان كابولاتا دي ماروكيني مي ميسونو ان كابولاتا لو كومبورتامينتو انون فو ان كابولارتي ديال كونسولاتو او لامباشاتا بيركي سكوزا بيركي. الاخوان لا لا مصطفى لا عطيك سر نوضح لها واحد النقطه. لا لا ماشي ما نخرجوش الموضوع، اسمح لي الله يعطيك السر، ما تجيناش هنا باش نشرو الثنائيات وغادي نخسرو وغادي نخرجو من الموضوع. نعطي الكلمه وغنسحب انا غنمشي غادي نرجع غادي نرجع لك السي عبد العالي، غادي نعطي الكلمه السي سي محمد. تفضل السي محمد، تفضل تفضل السي محمد. سينادي فانا غادي نخليكم يا شكرا على الدعوه. وحاجه اخيره حاجه مره اخرى ان شاء الله. شكرا. اي جوفاني جي ام sono stati ricevuti dall'ambasciatore ma عمرو ما دارها حتى مع شي مع شي مع شي اسوسياسيون اخرى. الدعم تيجي من المغرب، الا قدمتي اون بروجيكت وكان مزيان تيجي. لا كنهضروا على الدعم المعنوي. شوف انا كان معنوي، واش استقبلهم السفير بجلالته وصل مشاو حتى الدعم المعنوي، شنو غادي يدير لهم؟ انا ما عمرو ما استقبلني، انا ما عمرو ما استقبلني. هضروا شي حوايج ايه، ولكن قولوا حتى الزوينين، ما نقولوش غير الخايبين، راه الناس عيات، راه حنا كنقولوا داكشي اللي خايب. انا دابا باش ما استاذه باش ما تنفعليش، انا غنقول لك قدام المال. خليني نقول لك نقطه نوضح لك، هادو الشباب ديال المغربي اللي هضرتي عليهم، هاد الشباب ديال الايطالي المغربي صيفطوا رساله للسفاره باش يحضروا في الفكره ديال ما جاوش، ما بغاوش يجيو. علاش؟ ولكن عارفه حتى العذر، انا عارفه علاش العذر ديالاش العذر. ايوا انا ما يمكنش نقول لك هكا، وانا واش انا قضيه وطنيه وغادي يجيو فيها السلطات الايطاليه وغادي يجيو فيها كل شيء، والسلطات المغربيه ما كاينينش. وهذا ملي نسمعوا انا وياك غنقول لك علاش، انا غنقول لك لا علاش. ولكن لا انا قلت لك انا الفكره، انا داك الشيء علاش انا هضرت. دونك واخا دونك الا ما جاوش ليا القضيه الوطنيه نضربوا كل شيء بالزيرو، رغم ان استقبلهم في روما هو. وحنا تنشوفوا مناسبه دايرين الشباب لاول مره في تاريخ ايطاليا بهذه المناسبه، مخلصين كل شيء من جيبهم وباغين يعني دعم معنوي. ملي تجي تشوف بان السلطات المغربيه، عرفتي شنو هي الرابطه ديال الشمال لهنا اللي كاينه في الفينيتو، جايين حاضرين باش يتصنتوا الحكم الذاتي. وفين هما السلطات الترابيه هذوك؟ فين هو الخطاب صاحب الجلاله؟ معترفين بالوحده الترابيه هذوك، ما عندناش مشكل معاهم. الرابطه شكون اللي قالها لي؟ لا ما سالفيني معنا في ايطاليا. شوف استاذه، اي حزب في ايطاليا ممنوع يتدخل في هاد الامور هادي، لان هذاك الشيء تيتعلق بالامم المتحده، فهمتيني؟ من غير تنشوفوا حنا البي دي وتنشوفوا عدد من الاحزاب تيتعاطفوا مع القضيه ديال بوليزاريو. هذا ماشي موضوعنا حنا، موضوع ديالنا غادي نطرقوا ليه من بعد، البي دي ما ندخلوش بالتفاصيل. سناء شكرا، ومازال غادي نتصلوا بك يعني ان شاء الله. سعيده تبارك الله عليك. نعطي السؤال للسي محمد، تفضل. انا اتمم الحوار، واخا كاين اختلاف في وجهه النظر، ولكن مهم جدا الادلاء بالعرب في اطار الاحترام ديال الراي والراي العام. نعم. مساله الشباب هي مساله الاحتضان، لان كل ما الاعتناء كل ما تم الاعتناء هذا المولود اللي هو الطاقه البشريه، او لا كما عبر عنه خطاب صاحب الجلاله، يجب ان يتبنى المغرب سواء داخل السلطات داخل المغرب او خارج المغرب، سواء الجمعيات داخل المغرب او خارج المغرب، الشباب
لان هذه الفئات هذه هي المشروع الاساسي والمحرك الاساسي للتنميه مستقبلا. لذلك كل الاهتمام الذي يتم على هذا الشباب هذا اما ثقافيا فكريا نفسيا اجتماعيا سياسيا سيرجع بالخير على المغرب اولا وعلى المجتمع المغربي ثانيا وعلى الجاليه المغربيه ثالثا. لذلك التنصل من المسؤوليه تجاه الشباب فهو يعني يعتبر خرقا سافرا لمضامين الخطابات الساميه لصاحب الجلاله اولا وثانيا للقانون الدستوري المغربي وثالثا للاعراف التي نحملها كجاليه مغربيه وكمدافعين على الحقوق ديال الجاليه المغربيه لانها تشكيله طفل شاب يافع طفل يافع شاب الى اخره رجل فهذه المكونات كلها بمختلف الاعمار يجب ان تعطى لها يعطى لها الاهتمام والاهتمام الاولي والاولوي يجب ان يكون لصالح الطفل والشباب يجب ان يكون لصالح الطفل والشباب. لذلك انا ارى على واعتقد على ان كل العمل على القاعده اللي قلت في الاول القاعده الاساسيه جميع الجمعيات اللي اشتغلت وخلقت قاعده بما فيهم شباب اللي ولاو مفكرين ورجالات سياسيه ولاو يخدمون المصلحه العامه ويناضلون داخل الاطار داخل المشروع الجمعوي للجمعيه التي احتضنته. لذلك هذا العمل هذا هو ليس بالعمل السهل هو عمل يتطلب الوقت ويتطلب النضال لان العمل الجمعوي هو عمل نضالي بالاساس عمل نضالي الوقت والكفاح والجهد وكل يكون بشكل تطوعي ولا دعم ذي احتماليه ماديا الانسان كيصرف من جيبه اكثر مما يتلقى من المساعدات ومن الى كان كيعرف منين يجيب المساعدات وهذا اشكال كبير غادي نرجع ليه كنقطه اساسيه المشروع المالي كيف يتم تفصيل المشروع المالي ومنين غادي نجيبوا الفلوس التي نمول بها المشاريع راه ماشي غير المغرب اللي كيعطي المشاريع ما يسمى بليبايور دو فون اللي موجودين في الاتحاد الاوروبي موجودين مجموعه من الصندوق الدولي كلهم كيعطيو كاين صناديق تمول المشاريع سواء مشاريع حقوقيه او مشاريع طفوله او مشاريع نسائيه او مشاريع تنمويه. لذلك هذا الباب هذا هو باب يجب ان يكون فيه خبراء يفهمون في كيفيه يعني تنزيل المشروع الاساسي المشروع المالي بما فيه الميزانيه ما كتجيش غير كعاده غنديروا نشاط خصنا 30000 ريال وخصنا 30000 اورو خصنا لا هذه ميزانيه سنويه تقسم على حسب الانشطه السنويه ويجب ان يلم بها اللي هو الامين المال. هنا كنجيو للتخصص ديال الجمعيات الا كانت عندنا جمعيات غادي نرجعوا للاول شويه الا كانت عندنا جمعيات عندها رئيس يعرف ما له وما عليه وعندها كاتب عام يوثق كل صغيره وكبيره وعندها امين المال يلم بامانه المال وعندو جميع الملف المالي والميزانيه وكل شيء موثق وما خرج حتى شي حاجه لا هكا ولا هكا كنظن بان الجمعيه تكون انذاك فيها شروط النزاهه واهم مقوم من مقومات الجمعيه يكون فيها شروط النزاهه اللي كتبني لنا الثقه اللي كتبني لنا ان المشروع المستقبلي اللي هما الشباب غينتميو هنا كنوليو نفهموا الانتماء مفهوم انتماء الشباب كيف نجعل هذا الشباب هذا سؤال كيف نجعل الشباب يعني ينتمون الى الجمعيات هذا فن الجمعيات هو فن المستعد كيف نحقق المطالب الشعبيه المطالب المجتمعيه مطالب الطفل مطالب الشباب مطالب النساء مطالب الرجال على ارض الواقع من خلال الجمعيه راه يجب ان تكون هناك اسئله ويكون لها الاجوبه داخل الجمعيه داخل المشروع الاساسي اللي هو القانون الاساسي الذي يضم الخارطه الاساسيه للجمعيه. اظن على ان الان النقاش العمومي يجب ان يتمحور ويتمركز حول الاليات العمل التدبيريه داخل الجمعيات، كيف تتم كيف تعمل الجمعيه في تنشئه نفسها وتطوير لبناتها لتصل الى المستوى المرموق الذي تطمح اليه. الا ما كانش عندنا سقف
سقف، إذا ما كانش عندنا سقف من الطموحات ترمي إليه الجمعية، فالجمعية ستموت عاجلا أم آجلا. لذلك أنا أعتقد أن الجمعيات لها دور كبير بجميع أطيافها، بجميع مقوماتها، بجميع تجاربها، ولا ننتقص من أي شخص من أي جمعية. ربما حين تكون الجمعية يعني تفشل، ربما لأن هناك خلل يجب تقويم ومعالجة الخلل ليتم وضع الجمعية على 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 الطريق. أستاذ محمد، أستاذ محمد، سؤال أنا طرحته في الحلقة الماضية، من المسؤول عن فشل العمل الجمعوي؟ يعني احنا تنهضروا على إيطاليا، هل الجمعيات فيها الجمعيات الإسلامية أم المجتمع المدني أم المسؤولين عن شؤون الجالية المغربية؟ تفضل. أنا بإيجاز وباقتدار، المسؤول الأساسي هو الحامل للمشروع. الحامل للمشروع في إطار سياق التدبير ديال المشروع، ربما ما يكونش في الأشخاص المشكل، الخلل في المشكل، ولكن يكون الخلل في المنظومة، في المنظومة الداخلية. لأن ملي كنجيو نديرو جمعية راه فيه نقاش عام، فيه نقاش راه قد يستغرق وقتا ومدة طويلة من أجل أننا ننشئ واحد الجمعية ما. ولكن حين يعني يكون هناك مولود جمعية، فهذا المولود يجب أن يكبر، ويجب أن يصير يافعاً، ويجب أن يصير شاباً، ويجب أن يصير رجلاً، ويجب أن يمرر تجربته للجيل الذي سيأتي من بعده. هذه هي المراحل والمسار. نعم. أستاذ محمد، هذه قراءة أكاديمية يعني مزيانة، ولكن هاد الناس اللي كاينين اللي تيزاولوا العمل الجمعوي راه ما عندهمش القراءة اللي تتقراها انت، راه هذا هو البيت القاصد، لانها عندنا عدد من الشيوخ في هاد الجمعيات تيرفضوا هاد القراءات هادو، هذا هو البيت القاصد. انا كاين واحد المسألة اللي هي مسألة تطورية شي شوية. ملي كتجي دير تشخيص، حنا دابا مثلا نريد معالجة الخلل، كنديروا تشخيص على أرض الواقع. هذا التشخيص كنجبدوا فيه مكامن الخلل الضعف، لان هناك كاين الضعف وكاين نقاط القوه. نقاط الضعف عند الجمعيات بما فيها الاشياء هذه، لذلك خاص تكون عندنا واحد الجمعيات اللي هي جمعيات متمكنه اللي تصلح مقومات في اطار الشراكه. خاص تكون شراكات منفتحه مع الاخر باش نقدروا باش الاخر يقدر يطور راسه ويكونوا ماشيين يعني في نفس التوازي من العمل. لأن الإشكال المطروح هو أن كي كيقولوا الغاربة راه يقدر الجمعية تفشل. ملي كتفشل كنشوفوا تنقولوا ودي هذيك الجمعية راه كلاو الفلوس، راه داو الفلوس. ولكن كان فشل ربما راه ما عمروش شدوا شي دعم وكانوا خدامين اللي نجيبهم ولكن ما عرفوش يسيروا. المعرفة هنا كنجيو، المعرفة الأساسية بالجمعيات وبآلية تسيير الجمعيات وبكيفية تدبير الجمعيات. لا نعطيك تجربة سي مصطفى باقتدار، الجمعيات انتقلت الآن، كاين جمعيات حاضنة لمؤسسات، لمشروع مؤسساتي. مثلا كانت جمعية تشتغل في إطار جمعوي وعندها بزاف ديال التخصصات، وأنشأت يعني مثلا حقل من الطفولة، ودارت مؤسسة للرعاية الاجتماعية، ولا أنشأت للعجزة دارت مؤسسة اجتماعية، وأصبحت توظف الناس، كتخدم الناس، ودارت مشاريع استثمارية. هذا هو الأساسي، أنها دارت مشاريع استثمارية خاصة بالجمعية وتشتغل من خلالها، ولات مدرة للدخل. وهذاك المدرة للدخل يعني هامش الربح أسست به جمعية أخرى، وأسست به مؤسسات أخرى، أو طورت به مشروعها الخاص. شكرا الأستاذ محمد. إحنا تقريبا عدد من الجمعيات هنا في اوروبا يعني انتبالية ما استفدوا والو يعني بالنسبه للجمعيات الايطاليه، واخا راهما انهم تيزاولوا معاهم نفس الانشطه وهذه، ولكن تبقاو دائما حنايا يعني نتائج يعني ما تطرديش الجميع يعني سي ملطوف. السلام عليكم. سلامتك، وصلتي للمنزل ديالك؟ شكرا. انا قريب المنزل ديالي، ما بقاش ليا بزاف، ولكن حبيت مني انا متبعكم من الاول، ولكن بغيت ندخل
الى سمحتي لي ونقول رايي. تفضل لك. خويا انا يا بغيت نقول الاخوان، انا سمعت كاع النقاش تقريبا، والاخت سناء والاخوان اللي كانوا، بغيت نقول الاخوان ما تحملوش هذه الجمعيات الصغيره ما لا تستطيع فعله. يعني هذه الجمعيات الصغيره رخصنا كما تنقولوا واحد الدوله شكون اللي كيحكم الدستور ديالها يا كاسي مصطفى. نعم نعم الدستور هو القانون الاسمى. نعم. اللي كاين خاصه حتى هاد الجمعيات راه عندهم واحد القانون اساسي هو اللي تيحكمها. الا كنت ندير في الاهداف ديالي رياضيه راه ما يمكنش نفوت الرياضيه ونمشي نحل المشاكل اخرى. الا كنت ندير تعليم اللغه العربيه راه ما يمكنش اننا نمشي ندير الرياضه ولا ندير شي حاجه اخرى. المشكل اللي عندي انا في نظري كفاعل جمعوي، يعني ورغم ان هذيك فاعل جمعوي ولات شويه ما بقاتش عندها قيمه كبيره، انا تنقول بان الجمعيات منذ يعني نفرقوا ما بين الجمعيه المدنيه والجمعيه ديال المراكز الاسلاميه، الجمعيه ديال المراكز الاسلاميه محدوده في يعني الصلاه وجمع التبرعات والصلوات ديال الاخرين. الجمعيه المدنيه عندها حوايج تعليم اللغه العربيه اللي تابعه، والجمعيه المدنيه كتخدم على الاندماج، تخدم على تعليم اللغه العربيه، تخدم على الرياده. صافي هذا هو هادو هما الاهداف ديال، يعني ما خصناش نحملوا اكثر منا. راه ما خصكم تفهموا بان الجمعيات واحد 90% ديال الجمعيات المغربيه اللي كاينه في ايطاليا، انا تنهضر على ايطاليا بالضبط، راه جمعيات صغيره، راه لا يتعدى عدد المنخرطين فيها 60 70 منخرط الى حسبناهم، والعاملين الحقيقيين داخل الجمعيه ما تيفوتوش 5 الناس 6 الناس. وكما قال السي مصطفى قبيله راه الاكثريه ديال الناس راه تيخدموا من مالهم الخاص ومن وقتهم ومن وقت ولادهم ومن التضحيات ديالهم. يعني الاخوان ما نحملوهمش اكثر من ما هما سميتو. امتى تنهضروا؟ منين نهضروا على شي جمعيات تاحدوا داروا مؤسسات تيخدموا على شي حاجه كبيره، ما تيخدموش على شي حاجه صغيره، تيخدموا على مثلا على اطفال الشارع، تيخدموا على المتشردين الاجانب ومنهم المغاربه اللي عايشين برا، على دور الرعايه، على الاهتمام مثلا دابا حنايا في ايطاليا السي مصطفى غاديين داخلين بزاف ديال الناس غادي يدخلوا يعني البنسيوني او التقاعد. واش عندنا جمعيات غتخدم في هذا الميدان هذا ولا مازال؟ واش وفرنا ان بحال هاد الحوايج خاصهم يكونوا؟ اذا حنا هنا اشنا هي الجمعيه؟ الاخ سي محمد راه تيهضر مزيان وهضر بزاف الحوايج. الجمعيه توجب، عمل الجمعيه توجب على واحد الاشكاليه حاضره عند هذيك الفئه اللي اتفقت باش تحل هذاك المشكل. مثلا انا عندنا مشكل ديال 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 مثلا تعليم اللغه العربيه في واحد الفيليج، تجي واحد الجمعيه تقول لك انا غنتكلف فيه، اذا توجب فقط على تعليم اللغه العربيه. المشكل ديالنا هو واش هذوك الناس المنخرطين تعرفوا الاهداف ديال هذه الجمعيه اللي هما منخرطين فيها؟ هذوك الناس اللي في المكتب المسير واش عارفين ما يحدد عملهم داخل هذه الجمعيه؟ لا. هنا سي مصطفى خاصنا نحدوا بان راه خاص تكوين كما قلتوا. وهنا في ايطاليا انا كنصح الاخوان تشيسيفو، يعني شينترو سيرفيسي بير الفولونتارياتو، هي هذه راه غراتويتامينتي، تدير تدريب اللي بغى يتعلم يدير التسيير ديال الجمعيات، امناء المال تيديروا لهم تكوينات. خاصكم الاخوان اللي عندهم جمعيات يتصلوا بهذه، راها كاينه في كل عماله كاينين عندهم مكتب، وهما تيديروا داك الشيء يعني مجانا، تكوينات كاينين، خاص بنادم يقلب عليهم اللي بغى يدير راسه. واللي يقول لك مثلا استفدنا من العمل ديال جمعيه ايطاليا، احنا اولا العمل ديالنا ماشي بحال العمل ديالهم، هما العمل ديالهم ديجا ما واصلين شي حوايج وكيديروا حوايج اخرين، استافدوا كيفيت تيفرقوا الادوار بيناتهم وكيفيت كل واحد كيدير واحد العمل. احنا باقي عندنا كل شيء كيدير كل شيء، باقي ما عندناش تحديد مسؤوليات داخل واحد الجمعيه، وكل واحد خاض واحد المسؤوليه بين بريتشيزا، يعني تكون باينه مزيان. هنا الجمعيه الايطاليه تخدموا في اطارات مخصصه، واحدين تيخدموا على التاريخ، واحدين تيخدموا على مثلا على شي حاجه يعني تخصص. حنا في الجمعيات المغربيه ما عندنا،
عندنا تخصص مثلا النسائي تيقول لك المرأة والطفل، كاين عندنا جمعيات نسائية تهتم بالأسرة والطفل، ولكن هذه الجمعيات يعني اشنو دارت باش نقولوا بان النيت فعلا تهتم في حالة ديال المخاصمة ما بين الرجل والمرأة وما بين اللي اش دارت لهاد الاطفال، اشنو هما الحوايج، عندها دي بسيكولوج اللي كيخدموا معاه. اذا هنا راه كاين فرق ما بين العمل الجمعوي المغربي داخل ايطاليا والجمعيات الايطاليه اللي حنا انا منتمي لجوج، ولكن تنشوف بان مختلف بزاف بينه وبين على الثقافه، تنخدموا على الشباب تنخدموا. وانا بغيت نقول واحد القضيه ونكمل السي مصطفى. لا بغيت نعطيك واحد السؤال بالنسبه للعزوف الشباب عن العمل الجمعوي، شنو رايك؟ يعني احنا كنشوفوا بان الشباب خصهم عن تعارف بان كما قلنا بان راه حنايا تنضحيو بالمال وبالصحه وبكل شيء، ولكن هما راه ما عندهمش نفس العقليه، هما عندهم حوايج تعلموها هنا، وهذا هو اللي تيخلي هاد الشباب هادو يعني ما يمشيوش في المسار ديالنا. تفضل. الشباب اولا عنده نظره اخرى، عنده طريقه اخرى، لانه هو ايطالي مغربي، كنسبق ايطاليا، كنسبق ايطالي مغربي، يعني عنده ايطاليا، يعني انه تفكر بايطاليا باش يخدم المغاربه. حنا كنترجموا كل شيء من الطاليانيه للعربيه، هذا كنخدموا، هذا فرق كبير. الشباب خطا ديالنا حنايا اللي ما حاولناش نربيو فيهم العمل الجمعوي، وما حاولناش اننا نعطيهم واحد يعني اللي بغينا نقولوا فضاء فين يخدموا، سباسيو فين يخدموا هما، فين نخليهم هما يخدموا، وحنايا نخليو لهم هذاك الفضاء ديالهم خاص بهم يقترحوا فيه يخدموا فيه. دابا كما قلتي ظهروا جمعيات شبابيه، وانا جيت سعيد وانا تلاقيت اليوم مع رئيس جيم وهضرت انا وياه، كنت انا وياه عندي لقاء هذه العشيه، تلاقيت انا وياه السي محمد الحموت، ياك هو هذا الرئيس ديال الجمعيه ديال جيم، وتناقشنا على هذاك الشيء اللي خاصو يدار، فداك الشيء اللي بغى يديروا لنا 5 نوفمبر على وشيء جميل انهم تيفكروا بهذه الطريقه وبغى يخدموا بلادهم اللي هما يعني مفتخرين انهم يحطوا هذاك الميزون. وهضرت انا وياه في القضيه ديال، لان نهار الاربعاء راه كنت معايا في الافتتاح ديال المهرجان، كان السفير وكانوا هضروا معاه وريحوا معاه وتذاكروا، واليوم تناقشنا انا وياه. ولكن انا بغيت نقول لكم واحد القضيه، راه ماشي ضروري في هذا الحفل ديال سميتو، راه على القنصل يقدر يروبريزونتي انه المغرب، السفير ماشي ضروري، ولكن القنصل انا كنحبد ان القنصل يكون ويدير واحد التدخل لصالح هذوك الدراري ويعاونهم. حاجه اخرى السي مصطفى اللي بغى نقول على الشباب علاش تيعزفوا، لان تيشوفونا حنا كيفاش نخدموا طريقه عشوائيه، طريقه غير منظمه، تنخدموا شي حوايج بدائيين، راه عندنا شي اعمال جمعويه بدائيه السي مصطفى، رانا نرتقي لانه قدم واحد العمل يعني مقاد مصوب وعنده مكتوبين عنده كاع الاهداف من الاول، اهداف الفئه المستهدفه شكون اللي غادي يوصل لهذاك الميساج، شنو هما سميتو النتائج المتوخات، عدد المستفيدين الشباب النساء نفصلوا. الا ما كانش عندنا بحال هذه الرؤيه هذه وهذه الخدمه هذه ما غنمشيوش بعيد، هما تيشوفونا هكاك تيقولوا دو في فوليتي اريفاري، يعني اش بغيتوا ديروا؟ وحنا بغينا نديروا واحد الانتيغراسيون ما بين ولكن كيفاش غديروها؟ شنو هي الطريقه؟ كيفاش غتوصلوا؟ هنا هما حنا وريناهم باننا طريقتنا كما تيقولوا متجاوزه، خاصهم هما طرقهم. انا كنحبد دابا حاليا كنحبد ان يكونوا عندهم نشجعهم انهم يديروا جمعيات ديالهم ويخدموا فيهم ويخليونا حنا الديناصورات كما تيقولوا، خليونا حنا الديناصورات نقارضوا. ملطوف راه تيخدموا، ولكن راه حنا راه هما الطريقه اللي باش يخدموا، يعني الطريقه باش غادي يخدموا، راه ما باغينش يديروا طريقتنا حنايا اللي انت غادي تسهر وغادي تخلص من جيبك وغادي تطلع هادشي. ما هذا راه هنايا تيقول لك احنا نخدموا مع الايطاليين حسن لينا، لان الايطاليين تيسمعوا لينا وتيمشيو معنا كما ذكروا الاخوان، راه كاينين الاتحاد الاوروبي، كاينين امور اخرى اللي خدموها وغادي
يحبسوا على يعني يخدموا القضايا الوطنيه وهذا. وحنا اللي ما لان العمل اللي غادي يديروا هاد الشباب اللي هضرتي راه تيهضروا على الجذور ديالهم، وهاد الجذور ديالهم هما ما عارفين عليه والو. وحنايا كبدايه لاول عمل كما قلنا راه خص يكون ماشي راه خص يكون كلشي حاضر يشجع، راه الدعم المعنوي اكثر من كلشي. فهمتيني؟ حنا راه جبالي اسمح لي اسمح لي حنا حنا السي مصطفى حنايا حنايا ك كجيل اول ويعني رواد هذا العمل الجمعوي الاوائل يعني بسلبياته وايجابياته، حنا خصنا ندعمهم ونمشيو نكونوا حاضرين وراهم ونخليهم هما قدامنا ونديروهم. حنا المجتمع المدني خصنا نكونوا كاينين كاع كاملين وندعموهم. انا قلتها له قبيله كما قلتها للسي محمد، قلتها له قلت له الا خاصك شي مساعده يعني احنا موجودين، الا كان انتوما نظموا ديروا كل شيء احنا وراكم. هذا هو الدعم. مثلا انا القنصل السفير عنده الارتباطات ديالو، عنده بزاف د الحوايج، لان السفير عنده حوايج فري، ولكن انا ما تندفعش عليه. وانا اصلا راك شتيني انا اصلا ما فيش كاع كان عندنا استجوابات، ما درناش معاه هو استجواب ما حتى حاجه. علاش؟ لانني انايا عندو ارتباطات عندو بزاف د الحوايج، خلي نديرو القنصل وحنا حنايا المجتمع المدني نكونوا وراهم وندعموهم ونخليهم يحسوا بان راه حنا وراهم وهما افانتي. هذه هي الحاجه المزيانه. وحاجه اخرى اللي قلتي مزيانه وهو الدعم ديال بحال هادشي. انا كنوصي هاد الدراري الصغار اللي هما جوفاني انهم يعودوا يطلبوا الدعم الاكثريه من لي باندي اللي كاينين في لي بروفينسي ولي في الجهات، يعني في العمالات والجهات، يحاولوا يخدموا عليهم لانهم الحمد لله قارين مزيان وعندهم كيفاش يقدموا برامج ويقدموا شي حوايج. سي مصطفى حنايا خاصنا ندعموهم، واخا ما دعمتهمش الى حين ان يجي شي واحد متبصر ويجي شي واحد عنده بعد رؤيه ويجي شي واحد عنده غيره على هاد البلاد على ولاد هاد البلاد. لان ما تنساش سافر قنصل الى اخره عنده تعليمات، عنده 4 سنين وغادي يمشي بحاله، خاصو هو يبني على اساس يطلع وصافي. هذا ملطوف سي ملطوف. انت تتعرف هاد الشباب هاد الوليدات هادو شحال الناس ضربوا عليهم تماره باش عطاهم واحد الفكره وعلى المغرب ورجعوا لهم ديك الثقه، رغم ان كانت عندهم نقاط سوداء. يعني حاليا اللي في امس الحاجه يعني ما خايفين لا نفقدوا ديك الثقه وغادي نضرب كل شيء وغادي يرجعوا لنقطه الصفر، لان ما كاينينش الشباب اللي تيعترفوا وكاين. انا راه عارف السبب، انا ما غاديش نقوله قدام سميتو، ولكن غنهضروا عليها في حلقه من بعد، لان انا عارف السبب. وحنا في القضيه الوطنيه، حنا كقضيه وطنيه اللي غادي نقولها قدام الناس، قضيه الوطنيه تنجمعوا كل شيء. اللي عنده كارت مغربي وغادي يجي لديك اللقاء، غادي يجي داك اللقاء غادي يجي بشعار الله الوطن الملك، كما كان الحزب النوع ديالو حزب اشتراكي ولا استقلالي، وكما كان المذهب ديالو يكون شيعي ولا يكون كما كان، المهم يكون جاي تيحتفل وهز الرايه ديال المغرب. هذا هو التمغربيه، هذا هو القضيه الاولى اللي عندنا اللي تنامنوا بها واللي بغينا نلموا فيها الشمل ديال الجاليه. ما غاديش نفرقوا، غادي نشتوا الجاليه المغربيه. خير دليل سي مصطفى، ونكمل معكم انا. خير دليل ان الخطاب ديال عيد العرش ديال 20 غشت يمكن جكروه اللي كان مقسوم على القضيه الوطنيه وعلى الجاليه المغربيه، كان مقسوم على جوج حوايج هي القضيه الوطنيه والجاليه، يعني خاص الاهتمام بهذه القضيه هذه والاهتمام. نعم. وانا كنوصي الاخوه اللي في العمل الجمعوي يحاولوا يهزوا اللي بالو، يهزوا النيفو، ما يبقوش يخدموا صغار، يحاولوا يهزوا المستوى، ما نبقاوش نخدموا عند نيوفنا، حاولوا نهضروا على شي حاجه كبار من اننا نديروا كسكسو بوحدو. اسمع لي، بغيت نعطي المكالم لان قبيله وتي انا مهم. انا كنشكركم بزاف وغنتبعكم. انا غادي نشطر الصراعات اللي شتي مؤخرا، يعني غادي نناقشوها من بعد، داي ماشي وقتها. لا نديروا لها حلقه اخرى سي مصطفى، حلقه واحده اخرى ان شاء الله. لا لا هي سي محمد اخويا شكرا، والاخ الكريم حتى هو وسمحوا لي والله العظيم راه عطر. لا لا مرحبا وانا غنتبعكم كذلك ان شاء الله. طريق السلامة، الله يوصلك على خير. السلامة، شكرا لكم الاخوان. شكرا سي محمد، شكرا بزاف. ونعطي الكلمة سي
سي الوزنه واخا قصرت في حقك تفضل لك الكلمه. وتنشكرك كذلك الاخ قال لك يعني اسم محمد جلسه صدفه وكما تقول المثال يعني يعني انا تشرفت بالمعرفه ديالك وان شاء الله هذا المنبر هذا احنا راه تنعرفوا الناس اللي تيخدموا وهذا يعني واحد الباب اللي ان شاء الله ضروري غادي نجمعوا الكفاءات نجمعوا الناس اللي عندهم واحد الحب بالوطن ديالهم ضروري ما غاديش تمارتنا تمشي هكذا. نعطي الكلمه السي وزنه وباش نختموا ان شاء الله مع السي محمد ونو. شكرا السي مصطفى كتسمعوني؟ نعم تفضل. وكنشكر السي محمد على المعلومات القيمه صراحه. اليوم ربحنا واحد الكوتش قلتي الكوتش دابا ربحنا الكوتش ماشي خاصنا الكوتش وانما ربحنا كوتش ان اعطانا معلومات قيمه اللي ممكن نعتمد عليها ونحطوها كلبينا باش الانطلاقه ان شاء الله للمستقبل. السي مصطفى دار واحد السؤال على العزوف ديال الشباب. العزوف ديال الشباب اول ما كان العزوف ديال الجيل الاول لان كان واحد ديباطيت وواحد يعني واحد سميتها كاين بين الاخ اللي والسيده على مثلا عن الدعم. هذا احنا عشناه فما بالك هاد الشباب اللي تهما غادي يصدموا بهذا الحيط هذا. لكن يعني من خلال الهضره ديال السي محمد والهضره ديال بعض الاخوان اننا ما يمكنش لنا نعتمدوا على الدعم المغربي. الدعم المغربي خاصنا نحيدوه. إذن علاش غنخدموا على الدعم اللوكالي على الدعم ديال ايطاليا. والحمد لله يعني الواحد الى حاول ما امكن يخدم على هذا الامر هذا فالدعم موجود. الدعم ديال الكومونالي والدعم ريجونالي والدعم حتى اوروبي. هادو هما اللي ممكن دابا باش نرتقيو بهاد اننا نديرو برامج اللي ناخذ منها الدعم من سميتو. اما انك تعتمد على الدعم انا وقعت لي الدعم المغربي. سي الوزنه اسمح لي على قاطعتك ملي تنهضروا على الدعم لان ما غاديش نديروا واحد البرنامج اللي غادي نهضروا عليه ونكون نطلبوا من السلطات الايطاليه وهي قضيه وطنيه. راه ما يمكنش راه على الحضور ديال السلطات الايطاليه في بلاد غادي نناقشوا الحكم الذاتي راه ديجا راه غير مقبول لان ما غيقبلوش لك. يقول لك هذاك راه ديال الامم المتحده يتصرف هما اللي يهضروا فيه. اما باش غادي يجيوك برنامج يدعموه لك راه ما خصنا دعم معنوي من الجهات المختصه. حنا راه ما عندناش مصدر القرار. حنا غنهضروا ولكن عندي واحد ملاحظه سي مصطفى تفضل. كما كيقول الاخ عاود نرجع السي محمد اللي قال لك خاص الكوتشين وخاص يعني راه مهمه حتى الدعم حتى القضية الوطنية ممكن تقلص ليها تضر ليها من زوايا أخرى باش تاخذ دعم من سميتو من الكومونالي ولا الريجونالي. واش أنت غادي دير القضية الوطنية غادي دير غير القضية الوطنية غادخل فيها الثقافة ممكن تدخل فيها مسابقة شعرية ممكن دير فيها يعني ثقافة ديال البلدين المهنيين ديال البلدين تدخل فيها جمع واحد مهرجان. ما غاش تعتمد انت خاص يكون عندك واحد حس انك كيفاش تجيب الدعم وتمرر في القضيه الوطنيه ديالك. هذه وقعت لي انا يا علاش هذا الدوران هذا وكاينه قوانين وكاينه توصيات ديال صاحب الجلاله وكاينه كل شيء تيقول بان الشباب المغرب كما كان النوع ديالو في مغاربه العالم خصهم واحد الالتفاته. وحنا تنشوفوا بحال دابا مغاربه العالم في المشاكل ديالها كاين كل شيء هل الدستور ها كل شيء ولكن حنا واش ما يمكنش لنا نهضروا ونقولوا بان راه كاينين حوايج خصنا ننوروا به الراي العام ماشي نغطيو الشمس بالغربان. علاش؟ أنا مسألة وطنية. راه هذوك الشباب راه خصهم يوقفوا على 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 هذه المسائل في الحفلات محافل كبيرة في البرلمان يهضروا في أي بلاصة.
ما خصناش نشوفوها حنا ندعموا، حنا راه ما عندناش، حنا راه ديجا حبسنا، حنا راه ديجا وقفنا، ما بقاش عندنا باش نزيدوا خطوه للامام. وما غاديش نكذبوا على وليداتنا نقول لهم زيدوا الله راه غادي نزل، راه ما عندهمش، راه عندهمش شي حاجه شي فكر اخرى، راه عندهم بيضه بيضه كحله كحله، راه خصنا نكونوا صراحاء معاهم، لا بغينا يبقاو غاديين معانا. اما باش نكذبوا كما كذبنا على ريوسنا حنا والنتائج ها هي كاينه في الساحه، هذا هو اللي كاين. تفضل سي ما انا ماشي ضدك في هذا الموضوع هذا، انا معاك 100% ومع اي حاجه اللي كتقول اننا لا بد ناخذ بيد هذا الشباب هذا منهم السلطات المغربيه. لكن هذه السلطات المغربيه اذا ما هي ما بغاش تستجب او ما بغاش ما عندهاش يعني في هذا المجال هذا انها تخدم في هذا المجال هذا، واش حنا نوقفوا ما نزيدوش لقدام؟ ما يمكنش. اذا حسنا خلاب الدخل نقلبوا على الطرق، هنا هي الترقيه ديال العمل الجمعوي، خصنا نشوفوا بعض الطرق اللي خصنا نعاونوا فيها الشباب او نعطيهم افكار للشباب باش ما يتسناوش ان الا ما كانش الدعم تمايا راه صافي راه غادي يتحبس. اذن هادو الدراري غادي يفشلوا وما غادي تزيد العمل لا من ناحيه الايطاليه ولا او ناحيه يعني الدوله المقيمه فيها يعني المقيمين فيها او من ناحيه البلاد ديالنا حنا ديال الام. اذن الا ما لقيناش حنا الام واش غادي راه غادي يفشلوا ما غادي يديروا حتى شي حاجه. علاش الجيمي او اسلامي كرولييف واش متوا نجحوا؟ واش نجحوا كيتسناو بالدعم ديال بلادهم ولا كيتسناو بالدعم ديال؟ الحمد لله يعني عرفتي فين واصلين. إن حنايا خاصنا نعلموا ولادنا كيفاش ما يتسناوش الهدف، يحطوا الهدف ولكن الهدف الا ما شدوش من هذا الجهه يشدوا من جهه اخرى. يعني لا بد دراسه، لا بد ولكن ما نكذبوش عليهم، ما نكذبوش عليهم. ما عمرك انت كتبت عليهم؟ لا، لان احنا كنا احنا دابا في اغلبيه ديال الاعمال ديالنا ولا في البرامج ديالنا تنقولوا لهم ها اللي كاين وها اللي كاين وها اللي كاين. وانا نجيك انا ما عنديش شي حاجه اللي غادي نخبيها انا مع ناس محمد ولا كانوا بعض المشاهدين. انا واحد الدري ديته للقنصليه ودائما تنهضروا لي بان راه الوطن يعاونهم ويعاونهم هادي وهادي. راني مشى للقنصليه؟ لا لا لا، احنا ما عمرنا. اول حاجه عندنا تجربه، انا عندي تجربه ديال واحد مره درنا مسابقه ديال يعني القنصله قالت لنا اللي يدير الافطار ديال رمضان ندعمه. هذه حقيقه ياك يعني. درنا احنا جوج الناس جوج جمعيات، جمعيه دعموها وجمعيه ما دعموهاش. واش انا اللي مثلا انا اللي ما دعمونيش واش غادي نوقف ما نديرش افطار جماعي؟ ورماي خديت الهدف ان نديرو درتو. شكرا سي. انا ملي تنتكلم انا راه متنتكمل تنتكلم على الجيل الاول ما دارش اخر. حنا راه عندنا واحد الجيل راه صعيب باش تتعامل معاه انت، راه ولادك وما تتعاملش معاهم ما كاينش معاهم واحد العلاقه لانهم عقليه ديالهم اوروبيه. فهمتيني؟ راه ما راهش صعيب، راه خصنا نحاولوا نلقاو شي طريقه اللي نحبوا فيهم المغرب ديالهم، لان هذا الشيء اللي واقع دابا تيبين بانهم ما كايناش استمراريه. وعادي نشوفوا الجيل الثالث، نشوفوا فرنسا وبلجيكا وهولندا، واش هاد الناس هادو باقين عندهم حس الوطني تقاد السالات الغوته؟ فهمتيني؟ مازال حنا راه كجاليه مغربيه في اسبانيا ولا في ولا في ايطاليا راه تيهضروا باللغه العربيه، وهذا ديجا راه واحد الربح كبير، لانهم فيها الثقافه المغربيه، فيها الهويه المغربيه، فيها بزاف ديال الحوايج. اما غادي نمشيو للجيل الثالث والجيل الرابع ما بقاوش نهضروا على الدعم ولا هذا الشيء، راه هما راه ما محتاجين حتى شي حاجه، راه ديجا ما عارفين الطريق ديالهم. ديما شكرا اعطي الكلمه السي محمد باش ختموا، لان الموضوع مازال غادي. لا غير على الدعم المعنوي دابا حنا كنمشيو. نعم. ولكن الدعم المعنوي هو الاهم اللي كنت بغيتي تهضر عليه. نعم. المعنوي حتى هو له اشكاليات. نقول لك واحد 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 نتوما السلطات الايطاليه عطاتنا باش نديرو سنتر كولتورالي لو سنتر كولتوريل، هو نديرو غير البروجي نحطو حنا غير لابينا
وهما يدعموه، ولكن طلبوا منا أننا لابد دخلنا ناخذوا الدعم، ناخذوا غير كلمة آه من السلطة ديالنا. ملي مشينا عند السلطة ديالنا قال لك ما عندنا ما نديروا لكم الدعم المعنوي. هذه أول مرة كنقولها لك مصطفى. لا ولكن ولكن السي انت شوف انت هاد الشيء هاد الشيء هاد الشيء اسمح لي هاد الشيء حنايا عارفينو دوزنا تجارب، واخا هكاك باقي نهزين المشعل وتنقولوا واخا بالعرق والعصب الرويضه غادي نزيدوا، ولكن الدراري ولادنا راه ما عندهمش ديك العقليات. شنو اللي خصنا نفهموها؟ وراه بغينا نفهموا غاتفهم الدوله هكذا راه يكون لك يقول لك اللي عجبهم يدير شي حاجه يديرها. على الوقت اللي خصهم يفهموا بزز منهم، لان التوصيات ديال صاحب الجلاله خصها تحط على ارض الواقع. صافي ما غاديش نتخبيو نغطيو الشمس بالغربال ولا نخبيو، خصنا منابر اعلاميه خصها تقول هذا الشيء. والله هذا هو هذا هو هذا هو الواجب ديالنا، حنا مسؤولين امام الله وامام الوطن. صح صح، اذا كانوا اذا كانوا يدعمونا هكذا المنابر الاعلاميه حنا نعطيهم الوقائع حقيقيه بانها اشكاليه فين كاينه، الاشكاليه فين كاينه، فين كاينه. المسؤوليه ديالنا كاملين امام الله وامام الوطن، وهذا أقول. يعني راه لا غبار عليه. تفضل اخ سي محمد ونختموا بك ان شاء الله شكرا ان شاء الله. اولا شكرا سي مصطفى على الاستضافه، مشاركه بارك الله فيك مع جميع الاخوان. حقيقه استفدنا كثيرا وكان نقاش غني ومثمر، وحقيقه هذا النقاش هذا نقاش عمومي. اولا سيصير ستصير الاصداء من خلال هذا النقاش الى الناس، ولا المعرفه ديال الناس بما يحدث. والاعلام هذا هو دوره، ونقل الحقائق ونقل الوقائع من خلال الوقائع اللي صدوها الاخوان كذلك. لذلك اتمنى ان يتم تكاتف الجهود، لان كل شيء في يد الله مع الجماعه، كل شيء في تكاتف. ربما ستكون هناك نتائج مثمره، كل شيء في تشتت وتفكك راه ما تتكونش نتائج مثمره. أتمنى كذلك في مستقبل الحال إن شاء الله تعالى أن يكون الجيل الصاعد جيلا يعني خلفا صالحا لما خلفه كإبث الجيل السابق. هذا هو المضمون، لأن يعني الجيل السابق قام بعمل جبار، قام بعمل مضني، يعني حقق مكاسب كثيرة، ويجب على الجيل الخالف أن لا يضيع الإرث، لأن هذا إرث فكري وثقافي وحضاري وسياسي ونقابي، ويجب عليهم أن يحملوا المشعل. ربما أنا أضيف كلمتي إلى كلمة سي مصطفى، يجب الدعم المعنوي والمادي من طرف السلطات العمومية أولا، لأنهم أبناء الجالية المغربية اللي هم تهم مغاربة، هم إيطاليين من أصول مغربية أو إسبانيين من أصول مغربية ويبقون من أصول مغربية، ويجب أن يسري فيهم هذا العمل الجمعوي. هذا العمل الجمعوي ليس بالعمل السهل، هو عمل الشرفاء أولا وعمل النزهاء، هذا عمل له قيمة كبيرة عند الله، هذه أولا عند الله. وثانيا ما نحققه لا نحققه لأنفسنا، ولكن نحققه لصالح الجماعة لصالح الآخرين. ملي كتكون عندنا هذه الفكرة أننا نتنكر لذواتنا ونعيش لأجل الآخرين، فالفكرة تكون جميلة، لأنك أنت محب للخير للناس، ومن خلال نافذة العمل الجمعوي أنت تفعل الكثير من أجل الناس ما عارفينش يحققوا داك الشيء، أنت تحققها معهم وليس بوحدك، لأن أنت جزء مساعد. والعمل الجمعوي هو تكليف قبل أن يكون تشريف، يعني أنت مكلف برسالة وتحمل مشعل، ويجب أن تناضل، ويجب أن لا تتراجع إلى الوراء، ويجب أن لأنك مهما دخلت إلى المعمعة ودخلت للصراع فأنت تعلم أنك راك في مسار صعب وليس مسار سهل، وهذا المسار لا يخوضه إلا الشرفاء ولا يخوضه إلا النزهاء. وأتمنى أن نكون يدا واحدة وأن يسير الجميع نحو الهدف المنشود، هو تحقيق التنمية وتحقيق يعني كل العمل المكتسبات الجادة وعلى أرض الواقع. وشكرا سي مصطفى، شكرا لك. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وشكرا تنشكروا حتى الإخوان اللي انسحبوا للظروف خاصة. كنشكركم كنشكركم. دابا أنا راه من الطيارة لهنايا، راه عيط يا مصطفى، بارك الله. شكرا 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 سي محمد، وبقوا على تواصل إن شاء الله. شكرا للمشاهدين الكرام، وإلى حلقة
أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. أباك لعب بسطف وصح. ألو.